أحبائنا وأصدقائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، برحب بكم وحلقة جديدة من قناة الكارما. وسعدنا وشرفنا يكون موجود معانا ضيف بنعتبره فعلا أب روحي لنا كلنا، وبركة كبيرة جدا لوجوده معانا، لأنه بيعلمنا من كلمة رب وحياتنا الروحية بتتغير مع الكلام اللي رب بيستخدمه على لسانه. وهو الأب مكاري يونان، راعي الكنيسة في المرقسية الكبرى بالقاهرة الأزبكية. أهلا وسهلا بك يا أتسابونا، منورنا جدا أهلا النهاردة. بك وأشكرك كثير على كلامك الحلو. شكرا يا أتسابونا. نفسنا النهاردة أتسابونا نتكلم في موضوع بيهمنا كلنا وبيمسنا كلنا، هو موضوع الأسرة، الأسرة المسيحية. لو هنتكلم هنقول هو ما هو أصل فكر الله من نحو الأسرة عندما خلق الأسرة؟ بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. شوف يا ربنا خلق آدم وبعدين قال نصنع له معينا نظيره، وخد ضلع منه وبنى عليه وطلعت حواء، وحواء معين. نقدر نحط 100 خط تحت كلمة معين. معين تحمل الحب والحنان واللطف والسندة والمواساة والكرامة، كل معنى حلو في كلمة معين. نصنع له معينا نظيره. وادي أصل البيت المسيحي، زوج وزوجة، زوج وزوجة. أنا بسمع دلوقتي إن في أمريكا، وفي أمريكا إن دلوقتي ما يقولوش زوج ولا زوجة، ولا يقولوا الولد له أب وله أم. بسمع الكلام ده، الله أعلم مدى صحته وإيه باب. المهم يبقى البيت بيتكون من زوج وزوجة. احنا عندنا في سر الإكليل بالفكر الأرثوذكسي بنستدعي حلول الروح القدس يوحد الاثنين في واحد، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. يبقى اللي هيدخلوا البيت ما هماش اثنين، هيدخلوا واحد ومعاهم المسيح، واحد ومعاهم المسيح. وانا عايز اقول كلمة لكل اللي بيسمعني، احنا بنوصي اولادنا وبناتنا بعد سر الاكليل لما يروحوا، ان كانوا مروحين بيتهم يعني، والمفروض يروحوا بيتهم، اول ما يروحوا بيتهم يقفوا قدام الباب ويفتحوا الباب وهما الاثنين يقولوا لرب المجد يسوع اتفضل يا صاحب البيت. وبإيمان وثقة يثقوا تماما ان الرب دخل البيت واستلمه، يدخلوا ويقفلوا الباب ويقفوا ورا الباب. ودي وصية بوصيها لكل زوجين في العالم، يقفوا ورا الباب والزوج يرفع صلاة طويلة: يا رب استلم بيتك، وانت الكبير في بيتك، واحنا اولادك، هناكل لقمه من ايدك، هتحمينا هتحفظنا. ويصلي صلاه ويسلم البيت لصاحبه ويقول له احنا ضيوفك. وبعد كده الزوجه تصلي صلاه طويله، صلاه طويله. يبقى كده تاسس البيت، وفي وسط المسيح يبقى هي دي الكنيسة. بنقول الكنيسة التي أسستها يمينك، ده البيت المسيحي، فيه المسيح على الدوام، على الدوام. قلت كلمة من يومين ثلاثة في كنيسة من الكنائس، قلت هل ممكن صديق يبات معاك مثلا الليلة، لا تكلمه بالليل تقول له تصبح على خير، ولا الصبح تقول له صباح الخير، ولا طول النهار تكلمه، ممكن يكون عندك ضيف ما تكلموش ابدا. طبعا مش معقول، لكن ايه رايك؟ ده بيحصل مع المسيح له كل المجد. اللي معانا على الدوام وفي بيتنا وصاحب البيت كتير ما بيقولوش صباح الخير، كتير بيقضي اليوم ما يطلوش في وشه، وياكلوا من ايده ما يقولولوش نشكرك. مش ده اللي بيحصل في بيوتنا المسيحية؟ المهم وبعد كده بيخلفوا عيال، ولاد وبنات، وبتتكون الأسرة المسيحية.
الأسرة المسيحية بالحق والحقيقة في وسطها المسيح له كل المجد. له كل المجد. وإن كنا نؤمن في وسطها المسيح ونديله الكرامة بتاعته يبقى في وسطها لا تتزعزع، لا يمكن يتزعزع البيت. إيه سبب زعزعة البيوت اللي بنسمع عنها الأيام دي؟ أن المسيح مش في الوسط. هو صحيح حاضر في الوسط لكن منسي ومهمل ومحدش بيديله اعتبار، وكل واحد ماشي على حل شعره. دي فكرة مبدئية عن البيت، وبعد كده نبقى نكمل. لكن إحدى المشاكل اللي بتقابلنا أتسابونا في الاختيار. الناس ما بتعرفش تختار، مش عارفة إيه أسس الاختيار، فيجوا بعد الجواز يتصدموا بأنه الاختيار ما كانش موفق أو أنه ما فيش توافق ما بين الزوج والزوجة. شوفي، أي إنسان يطلب مشورة ربنا الله حيوقف جنبه ويرشده. لما يكون إنسان له علاقة بالله، له علاقة بالمسيح له كل المجد، هيقول له رب أنت اللي تختار. والإنسان الروحاني أو المسيح الحقيقي ما بيكلوش أهداف عالمية، غير إنسان العالم يقول لك أنا عايز واحدة حلوة. مرة واحد قاعد يلف في أركان البلد، مش بلده، كل البلاد هناك، كان يرجع يقول أنا رحت البلد الفلانية لقيت نسبة الجمال 4%، ويروح بلد تاني لقيت نسبة الجمال 5%. المهم قعد يلف لغاية ما اتجوز واحدة، الله أعلم، مش عايز أجيب سيرة. المهم اتجوز واحد، النتيجة كانت إيه؟ ليكن. أي أهداف عالمية هتكون نتيجتها التعب والدمار. يعني زي واحد يقول أنا أجوز بنتي لولد يكون أبوه رجل أعمال، لازم رجل أعمال، طبعا عارف أنه مريش وغني فعايز رجل أعمال. التاني مثلا عايزين صفته كذا. شوفوا، ممكن ندي أهداف، يكون لينا أهداف مالية، أهداف جسدية جمالية، أهداف عالمية، مراكز أو مناصب، ناس بتتكلم عن العيلة والسمعة والبتاع والتعظم المعيشة والحاجات دي، كل دي أهداف طبعا نتيجتها هيكون التعب. لكن إنسان الله، إنسان الله اللي حط إيده في إيد المسيح وهدفه أورشليم السمائي، حياة روحية متقدمة متنامية، فتلاقي أول هدف له يا رب أنا عايز عروستي من إيدك، وإحنا الاثنين نساعد بعض إلى أن إحنا نوصل عندك. أنا ماليش شرط يا رب غير أن تكون بنتك ومن إيدك، وبعد كده الشروط أنت تكملها. لا بيدور على مال ولا جمال، صحيح بتكون إنسانة مقبولة، ما بتقولش يعني ما بتكونش، لكن الهدف الأساسي إنسانة روحانية، يشجعوا بعض في طريق الروح، يسندوا بعض في وسط الضيقات والمتاعب. السكة كلها تعب، كلها تعب، لازم نسند بعض ونعزي بعض ونشارك بعض، نشارك بعض. هتلاقي الاثنين الروحانيين كل واحد ينسى ذاته ويدور على انه يريح الطرف الثاني، ومقدمين بعضكم بعض في الكرامة. مش كل واحد يمسك على الوحدة، لا، كل واحد هيتغاضى عن أخطاء الآخر ويغفر لي، يلتمس له الأعذار، فهتلاقي المركب تمشي في سلام المسيح. مين يقدس أبونا؟ قدسك قلت لنا جزء مهم من الكتاب المقدس هو أن الله خلق المرأة معينا نظيره. البعض بيفسر كلمة معينا يعني كأن هي حاجة أقل منه، أو إن هي مفروض بس هي وظيفتها بس إن هي تساعد الرجل وتحقق أهدافه وتسنده، وهي ملهاش أي كيان ولا وجود ولا دور. لا، ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة. يعني المحبة تسوي بين الاثنين. الزوج هيدي كرامة لمراته ومراته تديله كرامة، صحيح هيبقى له وضعه كرأس، يعني متقدم في الرأي والكلام والحاجات دي، لكن بالحب والمشورة الاثنين هيمشوا
في وحدانية القلب، وحدانية الرأي. يعني لا هو ينزلها ولا هي تحتقر أو تحقر في وسط حد. الاثنين هيدوا كرامة لبعض، كرامة لبعض. ما تكونش شخصيتها طاغية عليه ولا هو يلغيها أو يتناساها، لكن الاثنين هيكملوا بعض. ما ننساش إن ده رأس وهي امرأة، أما المرأة فالتهب رجلها، تهابه يعني تحترمه، مش تهابه يعني تخافه، تحترمه، تديله احترامه وهو يديها محبة. يعني الرجل يحب امرأته كنفسه، وما دام في محبة متبادلة بين الاثنين وكرامة متبادلة بين الاثنين، كل طرف هيسعى لأنه يكرم التاني ويرفع التاني ويقدم التاني في الكرامة. وكأسرة مسيحية أتسابونا، إحنا بنؤمن إنه إحنا زوجة واحدة، ما عندناش أكتر من زوجة، هي زوجة واحدة زي ما الكتاب علمنا. ولأنه في طيارات الكتيرة اللي ممكن تكون حوالينا في البلاد المختلفة، وزواج بين رجل وامرأة، لأنه برضو الطيارات الغربية دلوقتي عايزين يعملوا زواج الرجل والرجل والمرأة والمرأة، حاجات عايزين نعلن ونقول إن دي ضد الكتاب وضد فكرنا وضد إيماننا. ده مش إيماننا، إيماننا هي زوجة واحدة وزوج واحد مدى الحياة. وطبعا واضح من الأول خلقهما ذكرا وأنثى، ما قالش ذكور وإناث أو ذكر وإناث. ولما ربنا خلق آدم خلق له حواء واحدة، لو كان عايزه يتجوز أربعة كان خلق له أربع حياء، أربع حوات. كان خلق له أربع حوات لكن خلق له واحدة. ومن البداية يقول رجل وامرأة، ما قالش رجل وحريم، رجل وامرأة. فواضح التسليم من البداية زوجة واحدة. وإحنا عندنا شريعة الزوجة الواحدة، شريعة الزوجة الواحدة. وشريعة الزوجة الواحدة يعني اتنين هيتفقوا مع بعض على إنهم يكملوا مسيرة الغربة نحو السماء، خارج عنها متعة الجسد والكلام العالمي، خارج الجسد للتناسل فقط. لكن ما عندناش جواز متعة ولا الحاجات دي، عشان كده بتبقى المرأة هي حتة منه، ضلع من ضلوعه، حتة منه. ربنا ما أخدش حتتين وقال له هعمل لك اتنين، خد ثلاث حتت وعمل له ثلاث حتت، لا هي نسخة واحدة، هو نسخة واحدة بس. ويا ما ناس أفاضل قديسين لما مراته تنيحت خلاص شبع بربنا ويكمل المسير عشان يلحق هناك، ده الناس الأفاضل القديسين. لكن لعينه فارغة، لا هتملاه واحدة ولا اثنين ولا عشر ولا كل ستات العالم، لأن العين لا تشبع من النظر، الحكمة بتقول كده. فأي إنسان عينه فارغة تلاقي ماشي على حل شهر. طب ما هو سايب مراته في البيت وماشي على حل شهر، ويسيب دي ويروح مع دي ويسيب دي مع دي، ده إنسان العالم. مثل الهاوية لا يشمع، لا يشمع. وبرضه يتسابونا الطيارات الغربية اللي بيقولوا زواج المثليين وعايزين يصرحوا الحاجات دي، وده خطية وشر، والله يدين هذه الخطية وهذه الشر، إن الزواج رجل وامرأة، مش رجل ورجل ولا امرأة وامرأة. وده الكتاب البداية من البداية ربنا عارف الكلام ده، ومتهيألي كتب عنه معلمنا بولس في الرسالة إلى روميا، وقال إيه؟ بيقول إيه؟ لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهوان الهواء، أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلنا استعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور،
ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق، كما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. ربنا عارف الكلام ده وعارف أنه هيحصل، ودي علامات الأيام الأخيرة، ودي الأساليب البهيمية. البهيمية يقول إنسان لا يفهم يشبه البهائم التي تباد، أو إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد، ودي أساليب حيوانية. يعني الكلام اللي بيحصل دي أساليب حيوانية، إن دلت على شيء تدل على إن إحنا في حل النهاية، والرب قريب جدا قريب جدا. ويا ويل الإنسان اللي ماشي في الضلالة وماشي حسب أهواءه الجسدية. يا سبا استسمح قدسك ناخد مكالمة من استراليا. معنا ابن الرب، حضرتك على الهواء، تفضل. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. أيوة تفضل. ألو، نعم، مساء الخير. مساء الخير، كيفك يا أبونا يونان؟ أشكرك يا سيدي. أبونا مكاري، كيفك حبيبي؟ أنا كويس، نشكر الرب عليك على كلامك الحلو دائما. الله يحلي دنيتك. شكرا حبيبي. ممكن عندي سؤال عاوز أسأله، تعبانين فيه هون باستراليا كتير. أيوة تفضل. نعم، كورنثس الأولى إصحاح 11. أيوة، عم يحكي على شو اسمه، غطاء المرأة رأسها، خاصة بالكنيسة ولما هي ترنم وهي تصلي. أيوة، غطاء تريحنا بهذا بليز. الله يخليك إن شاء الله، الله يعطيك العافية. أشكرك كثير. قال أما المرأة تعبانين كثير احنا بهذا الشيء. خلاص، شوف قدامنا يعني التبانين والهاي كل حاجة، أنت شايف، أنت تعرف، أنت أحسن من عندي. أوكي، وتصابونا هيجاوبك. تعبانين ضيحني فلس. خلاص اهو، حاضر، ربنا هيجاوبك. شكرا لاتصالك، شكرا لي. احنا لما نقول رأس المرأة هو مين؟ الرجل. الرجل، ورأس الرجل هو مين؟ المسيح. المسيح في المشهد لابد يختفي كل مجد، ويكون المجد للمسيح وحده. فرأس المرأة هو الرجل، لابد يختفي الرجل، عشان كده لابد تغطي رأسها. أما رأس الرجل فهو المسيح، ده اللي له كل المجد، فالرجل ما يغطيش رأسه. وإن كنت بتسأل على التعليم، لست آذن للمرأة أن تعلم، لست آذن للمرأة أن تعلم. يبقى أي مرأة بتعلم وتقف على منابر ده شيء مش مقبول. أشكرك. شكرا يا أتسابونا. لكن المرأة ممكن يكون لها دور في الكنيسة، في اجتماع السيدات، في مدارس الأحد، ممكن. مع في الخدمات مع السيدات، مع مدارس الأحد، مع الأطفال، في الحاجات دي. لكن ما تعرفش في وسط رجالة وتعلم. أوكي. معنا أخت جورجيت من أستراليا. هلو. أيوة. أي حاجة تفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير يا أبونا. مساء النور. زي قدسك. أنا جورجيت من أستراليا. بارك. معلش أنا طالبة حللني الأول يا أبونا. عندي بنت ابني عمرها 7 سنين، عندها أوتيزم، توحد، صراخ مستمر، والأسرة تكاد تنهار فعلا بين ابني ومراته. أيوه. وبتبتدي تضرب أختها وكده. أرجوك صدقينا إن الرب يشفيها. أنا بعت لقدسك جواب قبل كده وقلت لك في مصر، معرفش وصل ولا لا. حاضر، حنصلي. اسمها ايه؟ اسمها شانتي مايكل شحاتة. شانتي مايكل شحاتة. وفي نفس الوقت لو تكرمت يا ربي، صلي لابني روجر ومراته أليسار، بقالهم 11 سنة وربنا ما أنعمش عليهم بالخلفة، فأرجوك صلي لهم. حاضر، نصلي. حاضر، شكرا. شكرا يا بونا. شكرا. سلام ونعمة. سلام. ربنا معك. ربنا معك أخت جورجيت. ربي يمسح دموعك حبيبتي وتمجد في كل الأمور. لو نرجع لموضوعنا يا أتسابونا، موضوع الأسرة. الشيطان بيحارب الأسرة،
ومش عايز وعايز يهدها وعايز يدمر الأسرة، عشان يعني لو نجح ان هو يدمر الأسرة بدمر الزوج والزوجة والأولاد ويبعدهم عن ربنا ويبعدهم عن الكنيسة، وبذلك الحياة الروحية للإنسان ممكن تتأثر كتير بسبب تدمير الأسرة. نقول إيه للأسر اللي الشيطان ممكن يكون واخد دور فيها ومأثر عليها؟ احنا قلنا في الأول إن الأسرة دي اللي تأسست، بقول هذه الكنيسة التي في بيتك أسسها المسيح. هدف الشيطان يهدم كنايس، هدف الشيطان يهدم كنايس، ويجي الكنيسة من أصلها، مع الكنيسة أصلها أفراد وعائلات، يعني بنقول الكنيسة دي بتضم 100 عيلة، الكنيسة دي بتضم 200 عيلة، فيروح للأفراد دي أو العائلات دي ويحاول يضرب ضربته، يضرب ضربته. البيت اللي مبني على الصخر على المسيح، يعني المسيح فرحان فيه، صوته ترنم في خيام الصديقين، ده بيت ثابت، بل بالعكس يزداد في القوة ويزداد في النعمة وفي الإيمان. أما البيت اللي المسيح مش فرحان فيه هيبقى في خصام دائم، نزاع دائم، مشاكسات، أحقاد، تعب، وممكن تكون النهاية صعبة، النهاية صعبة. احنا محتاجين ان بيوتنا زي ما بتقول الكنيسة تبقى بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. كنيسة بتصلي وتقول بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. ما احلى وما اجمل البيت اللي تقام فيه صلوات او اجتماعات، العيلة كلها مجتمعة حوالين الكتاب المقدس، العيلة كلها بترنم ترنيمة، العيلة كلها بتسبح وتمجد اسم الله، تلاقي الولد الصغير له كتابه المقدس الخاص، البنت لها كتابها الخاص، الأم، الأب، كل واحد له كتابه. يلا يا أولاد نقرأ فصل من الإنجيل، متعودين متعودين. ما هي كنيسة يبقى فيها صلاة، يبقى فيها اجتماعات، فيها اجتماعات. لابد بيوتنا تبقى كده، وخصوصا أولادنا الصغيرين لما يطلعوا وعينهم تفتح علينا ككبار، تفتح علينا ويشوفونا بنصلي هيستلموا حياة الصلاة، يشوفوا أناجيلنا مفتوحة هيستلموا الكلام ده، يشوفوا رجلينا واخدة على الكنيسة هيمشوا معانا، وهكذا. يسمعوا لساننا بيتكلم كلام مملح مصلح بملح بنعمة، يعطي نعمة للسامعين، هيتكلموا زينا. وتلاقي زي ما بتتكلم الأم البنت هتتكلم. يعني مثلا كنا بنلاحظ زمان وإحنا صغيرين إن البيت ده بيحلف بالعذراء، تلاقي كل البيت بيحلف بالعذراء. البيت ده بيحلف بماري جرجس، كل البيت بيحلف بماري جرجس. بيت حلاف يبقى كله حلاف. بيت بيقول الأب طلع بيقول صدقني، تلاقي العيال كلهم طالعين ويقولوا صدقني. الحياة المسيحية حياة تسليم قبل التعليم، حياة تسليم. لما رب المجد يقول جئت لتكون لهم حياة، حياة سلوكيات، وليكون لهم أفضل. عشان كده احنا محتاجين بيوتنا تكون بيوت صلاة. امين. يا لو نعزم الرب بترنيمة ونصبح الرب مع قدسك يا ابونا. نعم، نسمع ترنيمة من قدسك. لما ربنا يرشد ويقود حرنم. امين يا ابونا. امين. الزوج ليه دور والزوجة ليها دور. هل الزوج بس هو المسؤول انه عن القيادة الروحية للأسرة؟ ولو هو بعيد عن المسيح، هل الزوجة تاخد الدور دوت وتقرب الولاد من المسيح وتقوم بالدور، ولا تقول لا أصل ده دور الزوج هو مش بيقوم بيه؟ أنت افترضت أن الزوج بعيد عن المسيح؟ لو الزوج في حالات بتجينا الزوجة تقول هو بعيد عن المسيح، بروحش الكنيسة، ملوش علاقة مع المسيح، وأنا عايزة يعني المسيح يكون في البيت والولاد يكبروا في المسيح، هل تستنى لما الزوج حياته تتغير وهو يساعدها في تربية الولاد للمسيح، ولا هي تكمل في الخط ده أن هي تربي الولاد في مخافة المسيح وتعلمهم طريق ربنا؟ له مقبول أن الزوج يكون هو القائد، ولا مقبول أن الزوجة تكون هي القائد. لكن في وحدانية الحب
يعني يقول وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا، هتلاقي الاثنين مسكين الدفة وبيمشوا المركب. ما هو معينة يعني ايه؟ الاثنين بيساعدوا بعض. لا الزوج ينفرد برأي ولا الزوجة تنفرد برأي، لكن بحكمة الروح ممكن يبقى الرأي واحد، يبقى في مشورة، في مشورة. هنفترض ان احد الطرفين يعرف ربنا والطرف الثاني ما يعرفش، زي ما حضرتك افترضت ان الزوج ما يعرفش ربنا او بعيد عن الكنيسة والزوجة تعرف ربنا. نمرة واحد، تصلي وتكون في اتضاع شديد، يعني ما تدعيش المعلمة قدامه، تبقى معلمة يعني، لا، لان الزوج زوج والراجل راجل. فهي اولا تتضع وتتكسر وتصلي من خلال اتضاعها، اتضاعها وصورتها المسيحية الحقيقية. يقول يربحون بسيرة النساء، يربحون بسيرة بدون كلمة. ممكن احيانا تيجي واحدة لا مؤاخذة يا سامعين، تيجي واحدة تعمل معلمة على جوزها، وخصوصا لو عرفت كلمتين تبقى مصيبة، مصيبة. معلمة بقى عايزة توعظ على منبر، عايزة تقعده تدكه على كرسي وتفضل تعلمه. لا 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 لا، ما يجيش كده، ما يجيش كده. عايزة تعلميه تكوني عند رجليه، وعايزة تقوديه للمسيح. شوف المسيح له كل المجد، المسيح قعد عند رجلين التلاميذ يغسلها. لما التلاميذ رفضوا بتاع لهم زي ما انا عملت اعملوا انتوا، بس انتوا مستكترين، انا المعلم وانا السيد، ده حق، انا عملت كده، اعملوا زي، اعملوا زي. فان كانت عايزه تربح زوجها بالاتضاع والمسكنه الحقيقيه، مش التمثيل، المسكنه، تقول له يا ربي اكسر ذاتي، اسحقني، اديني اتضاع حقيقي، اتضاع حقيقي، وتقعد عند رجليه تخدمه، يؤمر ويعمل ويشخط وبتاع، وهي انسانه عايزه تربح نفسه. العكس ممكن يحصل، لنفرض الزوج يعرف ربنا والزوجه ما تعرفش ربنا، مثلا ما يعملش ضبع عليها، ما يعملش ضبع عليها. ربنا بيقول تعمل ضبع على مراتك ربنا ما يسمعش صلاتك، ده معنى ايه حولناها احنا. فإن كان هو يعرف ربنا ومراته لسه بعيدة، أولا يصلي من أجلها، وثانيا ينزل ويتكسر هو، بلاش يعمل فتوة عليها ومعلم عليها، نفس الكلام، لكن بالمحبة واللطف والوداعة. والمحبة تجيب أي إنسان، واللطف والحنان، حنان المسيح ممكن يصطاد كل نفس. والبيت يتبني على المحبة، يتبني على الاتضاع والمشاركة القلبية الحقيقية. أمين يا أتصابون. أمين. نأخذ بعض المكالمات يا أبونا في قطع الخطوط. معنا الأخت فايزة من ميتشيغان، أهلا وسهلا. سلام الرب يسوع معكم. ومعك أيضا، أهلا بك. نقبل الأيادي يا أتصابون. أهلا وسهلا. قبل كل شيء يا أبونا أنا عايزك تصلي لي عشان ربنا يغفر لي خطاياي. أمين. وثاني شيء يا أبونا، أنا عندي ضمور في شبكية العينتين يمنعني من أن أقرأ أي شيء. أيوة. وهذا المرض بيسموه ماكلر ديجنريشن، ما في له أي علاج، ما في له أي علاج. أيوة. يا أبونا أشهوة قلبي أني أحضن الكتاب المقدس وأقرأ فيه. أيوة. ونتأبانا كتير كتير كتير. أيوة خلاص فايزة. أيوة. ربنا يعوضك يا بنتي، وإن كنت مش قادرة تقري دلوقتي فيه الإنجيل المسموع ممكن تسمعي، ممكن تسمعي. بس تعبانة تعبانة. خلاص هنصلي عشان ربنا يديك نعمة ويعالج عينيك. إن كان الطب احتار وندار وملوش علاج، لكن الرب عنده كتير وصانع المعجزات. ونقول
الله يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. آمين آمين. والأطباء احتاروا. ها؟ الأطباء احتاروا وريهم يدك خليهم يقولوا إن مفيش زيك. الأطباء احتاروا وريهم يدك خليهم يقولوا إن مفيش زيك. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الله لا يعسر عليه أمر. سلام يا فيصل. أمي يا أخت فايزة، ولو تتركينا بياناتك حياتي في الكنترول نحب نبعت لك الإنجيل بأي طريقة تقدري تسمعيه وتحفظي كلمة رب وتكون ساكنة في قلبك حياتي. وألف سلامة عليك سلامتك حياتي. معنا لينا من كاليفورنيا، تفضلي حضرتك على الهواء. ألو مرحبا أبونا. أهلا بك حياتي. مرحبا أبونا. أنا عندي ابن عمره 14 سنة، من كان عمره 13 سنة، يعني هاي السنة كاملة هسه صار بي هذا المرض بشهر السابع، هسه احنا بشهر السابع صار عنده فيروس بالدماغ. ابونا الدكاتره يقولوا لي هذا المرض كلش نادر بالعالم، يعني كلش حالات قليله موجوده بالعالم وما الى علاج. ابونا ما خليت كنيسه ما وديتها، بخلي يقولوا لي الدكاتره يعني مستحيل مستحيل انه راح يشفى، بس عندي امل بالله انه راح يشفي. ابونا هاي السنه بس اريد احاول بس اشوفك لو احكي وياك، بس اتمنيت بس تصلي عليه، يعني هسه اتمنى باي مكان اجي لك بس اجيب لك اياه، بس عم تخلي ايدك عليه. حاضر انا حصلي لغايه ما ربنا يدبر ونشوفك ان شاء الله. حاضر. ابونا هو هالقد ما كان ذكي وشاطر بالدنيا، يعني هسه ابونا كل شيء صار بالعكس. ربنا موجود. ألف سلام علي أخت لينا، وخدي موعد من الكنترول حبيبتي، موعد أبونا، وشوفي حضرتك ساكنة فين والرب يدبر لقاء لحضرتك مع أبونا. أبونا بس يا ريت بس دائما تصلي لنا. أمين يعني حبيبتي. تعبنا تعبنا أبونا، يا ريت هذا الشيء صاير بي ما دير بال. الرب سمع طلبتك وهو شايف وعارف. أمين يا أخت لينا، رب يكون معاك يا حبيبتي وأبونا يرفع في الصلاة. جورجينا من بوسطن، تفضلي حضرتك على الهواء. الو مساء الخير. مساء النور. مساء النور. مساء الخير يا مدمونة. اهلا بيك يا اختي. انا بشكركم جدا من اجل خدمتكم ومحبتكم لينا، ومشكركم من اجل استضافة ابونا مكاري معانا، وانا بحبك قوي قوي يا ابونا. انا زعلت قوي انك ما جيتش بوسطن، كان نفسي اسلم عليك. انا حلمت حلمين اتنين ما شفتك وسلمت عليك، بس انا مش عارفه لو ربنا اراد ان انا اشوفك اتمنى يعني ربنا يخليني اشوفك واسلم عليك، اني بحبك قوي قوي قوي. بس انا مش قادره اعبر لك عن حبي، مش عارفه اقول لك ايه غير ان انا اقدر بحبك قوي 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 قوي. امين. وربنا معاك ويخليك لينا ويطول لنا في عمرك، مش عارفة أقول لك إيه يا مون، أنا بحبك قوي. طيب متشكر يا جورجينا. في سؤال؟ أبونا بيقول لك عندك سؤال يا أختي جورجينا؟ سؤال بس أنا مش أنا اللي سألاه، هو جوزي اللي عايز يسأله. تفضل يا حبيبتي. بس كنت طلبة من أجل الصلاة، من أجل الورق بتاعنا يا مون. حاضر. وأنا بشكرك جدا من أجل محبتك لينا، من أجل محبتك لكل إنسان، ومن أجل صلواتك من أجلنا يا مون. حاضر. وجودي مع حضرتك هدولك يقول لك السؤال. حاضر. ايوه مساء الخير. انا مساء انا بشكركم جدا على البرنامج الجميل ده، وبشكركم انكم مستضيفين ابونا هنا في المنور امريكا كلها يا ابونا. مساء الخير يا ابونا. مساء النور يا حبيبي.
أوتك سؤال لأوتك، وفي أنا في أوتك تكلمت قبل كده على وجود الخمرة في البيت أو وجود كحوليات أو حاجات المشكلة اللي أوتك كنت بتتكلم دائما بنسمع وعظاتك الجميلة. ففي مرة أنا منعت، كنت الأول كنت دائما بخلي عندي حاجات في البيت، أو مثلا كنت دائما مثلا على الأكل مثلا كنت ممكن أشرب كوباية نبيت اللي هي كانت نبيت بس على الأكل، مش أشرب إن أنا أسكر يعني. بس من ساعة ما أوتك بدأت تتكلم عليها أنا بطلت أصلا مش موجودة في البيت خالص. فمرة كنت بقى واقف مع اثنين أصدقاء فبنتكلم على موضوع النبيت أو البيرة أو كده، فالواحد رد قال إيه لا ما تكلمش معه، ما في المعجزة بتاع السيد المسيح لما حول الماء إلى خمر لما راح عند الناس. فممكن أوتك تعلق على المعجزة اللي لما حول الماء إلى خمر، وليه كانوا بيستعملوا خمر في العهد القديم في عهد سيد المسيح كان دائما بيذكروا الخمر؟ ممكن أوتك تعلق عليه. وشكرا الصلوات، شكرا جدا، شكرا على سؤالك. شكرا يا حبيبي، شكرا، مع السلامة. شكرا لك. أولا في عرس قانا الجليل لما الرب حول الماء إلى خمر، واضح أن لما شربوا الخمر المتحول عن المية قالوا أن ده الخمر الجيدة. خمر الجيدة إيه؟ الخمر الجيدة دي كانت العوايد أن في الأفراح اللي زي كده يقدموا في الأول خمر جيدة، وبعد كده الدون يعني الحاجة اللي هي أي كلام. لكن في العرس ده كان العكس. هو بدأ الخمر إزاي؟ كان في ستة أجران ماء. ستة أجران ماء دولة ستة عدد يرمز للنقص، والأجران دي بتستخدم في الغسلات يعني رمز للعهد القديم والناموس. قال املأوا الأجران ماء، وده رمز للروح القدس، رمز للروح القدس. قال استقوا واعطوا رئيس المتكأ، دي خمر جديدة، ده سكيب روح الله، نقلة من العهد القديم للعهد الجديد، من الناموس للنعمة، من خمر الجسد وغسلات الجسد لخمر الروح. لا علاقة إطلاقا بالخمر. أكمل معاك. واحد تاني قال طب ما أنتوا في الكنيسة بتاخدوا الخمرة وتشربوها في الهيكل. ده واحد بيقول لي أنا. قلت له لا، إحنا مش بنشرب خمرة، إحنا بنشرب دم المسيح وناكل جسد المسيح. ده جسد حقيقي ودم حقيقي. أما عن الخمر يا حبيبي، مش أنا اللي بقول، ده الكتاب بيقول. اسمع كلام الكتاب، بيقول الخمر مستهزئة والمسكر عجاج، ومن يترنح بهما فهو ليس بحكيم. الخمر مستهزئة، الخمر مستهزئة والمسكر عجاج، ومن يترنح بهما فهو ليس بحكيم. وحاجة تاني يقول لا تكن بين شربي الخمر بين المتلفين أجسادهم. لا تكن بين شربي الخمر، ملهاش لا مسكر ولا حاجة، بين المتلفين أجسادهم. وحاجة تالتة، واحدة كان ابنها ملك فكتبت له أو علمته كلام، يقول كلام لموئيل ملك مسى علمته له أمه. ده آخر فصل في الأمثال، أمثال 31، كلام لموئيل ملك مسى علمته له أمه. بتقول إيه؟ بتقول له ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. أقول مرة تاني، والملوك هم مين؟ هم المسيحيين. ملك الملوك ده يسوع المسيح، هو الملك وإحنا الملوك أو رئيسنا هو. بيقول ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. ممكن نشيل الملوك ونقول ليس للمسيحيين يا لموئيل، ليس للمسيحيين أن يشربوا خمرا
ولا للعظماء اللي دعي عليهم الاسم العظيم الأبدي ولا للعظماء المسكر. وأنا بقول البيت اللي فيه خمرة ما فيهوش المسيح، واللي ماسك كاس واحد هيروح جهنم، ده لو استمر يعني، لو استمر. وأنا لو سألتك سؤال، كوباية النبيد دي ولا البيرة ولا البتاع دي لو ما شربتهاش هتموت؟ لا مش هتموت. طب بناقص، بناقص ليه ونسيبها ليه؟ عارف لو انت مطمئن للكلام ده او غيرك ما كانش يسأل، ما كنتش تسأل ده غلط ولا صح، لان الحاجة اللي هي مطمئنة ما بنسألش عنها. ما بن... يعني بشرب مية، مش عاجي أسأل أقول شرب المية حرام ولا حلال، ما أقدرش، بشرب مية. لكن ليه بتسأل على البيرة والنبيت والخمرة؟ لأن في شبه شر، في شكوك، عليها قولان، عليها قولان، يبقى بناقص. ده بيقول لو اللقمة عطلت خلاصك نسيب اللقمة، نسيب اللقمة، المهم خلاص نفسي وحياتي الأبدية. أنا بكلم كل إنسان بيشرب خمرة، كل إنسان بيشرب خمرة، مش ضروري تقول بسكر وأنا مسكرش، ما هو اللي أدمن لو شرب برميل مش هيسكر، مش ضروري. بكلم كل إنسان بيشرب خمرة، اتأمل في النهاية واتأمل في جهنم النار الأبدية، النار الأبدية، بناقص الخمرة، بناقص أي حاجة تعطل خلاصي وحياتي الأبدية. أشكرك. أمين. أمين يا أسبونا، شكرا لقدسك على الإجابة الوافية. يا ترى لسه معنا الأخ سمير من مصر، لسه معنا على الهواء، تفضل، شكرا لانتظارك. ألو. ألو. تفضل يا أخ سمير، سامعينك، تفضل. مساء الخير يا أسبونا. مساء النور. أقبل الأيادي يا أبي. أهلا. حرمنا من بركاتك في مصر. ربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم، ربنا يجيبك بالسلامة لينا إن شاء الله. أمين يا حبيبي. معلش كنت يعني بدلة المحبة، في واحد دكتور في إيست برونزويك في أمريكا، أيوة، في نيوجيرسي، أيوة، كان واخد بعيد عنك كانسر في الغدد وفي الدم، أيوة، فكنت عايز ادي نيجي قدسك الاسم بتاعه عشان تصديره، اديله 5 شهور دلوقتي. اتفضل. اسمه وجدي بولس عزيز. حاضر. هو من هنا من مصر، من المنيا اساسا، وقعد في هناك في ايست برونزويك في نيوجيرسي. يصلي. حاضر، هنصلي له. معلش يعني تبعت له أمك العذرة كده بدلة المحبة. حاضر. أمين. أمين يا أخي سمير، تجينا بالسلامة إن شاء الله. أشكرك كتير يا حبيبي. شكرا يا أخي سمير لاتصالك. معنا الأخت حنان من اليونان، حضرتك على الهواء، تفضلي. أهلا بك. أهلا، مساء الخير. ازيك يا أبونا؟ مساء النور. ازيك يا أبونا؟ أنا مبسوطة خالص أنا سمعت صوتك. أشكرك كتير. انت انسان رائع وربنا يدوم عليك النعمة ويزيدك نعمة كمان. تعيش يا بنتي، كتر خير. انا كنت طالبة منك يا ابونا تصلي لي لاجل اخويا رضا توفيق، كنت عايزك تصلي له، مش عارفين عنه اي اخبار، ومتغيب من يوم 4/3 دلوقتي 120 يوم 3 شهور مش عارفين عنه اي شيء. ودلوقتي احنا عملنا كل الاجراءات اللي ممكن تحصل وممكن تتعامل بالنسبه للموضوع زي كده، لكن ما فيش اي نتيجه وما فيش اي اخبار. فانا عايزك تصلي لي يا ابونا ان ربنا يرد البيت، عشان امه تعبانه خالص، وانت عارف يا ابونا ان قلب امه تعبانه، وكله بتصل بيها هي زعلانه وبتقول لي صلي له صلي له. فانا عارفه ان انت شخص قريب من ربنا وربنا بيسمع لك، اكيد هيسمع لك لما تصلي له، ان ربنا يفك عنه كل ضغوط او حد اخره او هو من نفسه او اي شيء، انه هو عايش فين حبيبتي، وسمعنا عنه اي خبر، اي خبر عنه يا رب. أمين. يكون مثلا حتى لو مكالمه تليفون. اخوك عايش فين يا اخت حنان؟ اخت حنان، اخوك عايش فين حبيبتي؟ هو اخويا كان في كليه اسكندريه، كان في اسكندريه، سنه ثالثه، 24 سنه هو. اوكي.
امين يا حبيبتي، ربنا يطمن قلبكم عليه ويرجع لكم بالسلامه. وتسابونا كتب التلبة وارفع في الصلاة. عايز ابونا يصلي له ان هو ان كان في ربطات شيطانية او هو من دماغه او اي شيء، اكيد طبعا ان هي يعني اكيد ان هي دي خلاص هنصلي من الشيطان، يعني ان هو يبعد عننا ويبعد عن اخواته. هنصلي من اجل رضا توفيق. حاضر. امين يا حبيبتي. معنا الاخت منار من استراليا، حضرتك على الهواء، اهلا بيكي. الو مرحبا. مرحب بيكي حبيبتي، اتفضلي. ازيك؟ اهلا بيكي. وزي القس مكاري طبعا. انا سعيده قوي قوي انه سمع صوته وعم بشوفه من تاني. اشكرك. كنا بنتفرج على غير قناه بس بطل بقالي يمكن سنه، فدلوقتي ما بتصوريش فرحه قلبي قد ايه وانا بشوفه دلوقتي. اشكرك كثير. ابونا مكاري، انا بس كنت عايزه انا اطلب صلاه يعني تكون قوية ومباشرة لربنا. عشان ايه يا اخت منار؟ عشان جوز منه هو بيشرب وبيدخن، طبعا هو بيروح للكنيسة وبيصلي يعني مش كتير، بس انا عاوز انه الحاجة دي يعني بطلها لانه عم بتأثر على صحته وبتأثر على معدته، وانا مش قادرة اشوفه كده يعني. انا عم بتقعب قوي قوي قوي، عم بتقعب. نصلي. حاضر. نصلي. نصلي يا منار. نصلي. طبعا عايز اسالك عن النقطات اللي سالها الاخ قبلي، علشان الخمره اللي عملها ربنا في عرس قناة الجليل، طبعا انت شرحتها، والنهارده يمكن لما بيجي من شغله حيشوفها بالليل، انا متاكده حيشوف النقطات دي بالليل، لان كنت عايزه اسالك فيها. هو كان متردد ازاي ربنا بيعمل خمره وازاي هو بيديها للعالم علشان يشربوا. انا كلمت عن الخمر يا منى، انا مش عارفه هي فين. بيقولوا قليلا من الخمر ينعش القلب، حاجه زي كده. اه يا حبيبتي هنخلي ابونا يرد على الايه دي. حاضر. في اي حاجه ثانيه اخت منى تقوليها لنا حبيبتي؟ يعني دلوقتي علشان لما بيجي يعني يمكن اكيد هيشوفها دلوقتي النهارده. حاضر حبيبتي، ابونا هيجاوب على السؤال. لربنا لانه انا محتاجاها قوي قوي دلوقتي. امين يا حبيبتي. امين. العالم بيقول. شكرا كتير. شكرا ليك يا حبيبتي. العالم بيقول ان مكتوب في الكتاب قليل من الخمر يصلح فم المعده. الفوا ايه يعني؟ لكن هي الايه مش كده. الآية لما كان تيموثاوس تلميذ بولس الرسول عنده مرض اسمه مرض الاستسقاء، ومرض الاستسقاء ده ما يحبش المية الكتيرة، فقال له لا تكن شريب ماء بل خذ خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. يعني بيوصف له دواء، والأدوية فيها خمرة والأدوية فيها مخدرات والأدوية فيها سموم، فبيوصف له دواء، بيكتب له روشتة، خذ خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة، لا تكن فيما بعد شراب ماء، يعني ما تشربش مية كتير، لكن خذ خمرا قليلا من أجل معدتك وأمراضك الكثيرة. دي وصفة أو روشتة. أشكرك. شكرا لإجابتك يا بونا. معنا أخونا حسن من ميتشيغان، وبستسمحكم مكالمات تكون سريعة علشان في أحباء كثير على الخطوة. اتفضل أخ حسن، أهلا بيك. مساء الخير لأبونا. مساء النور يا حبيب. أنا والله أني ما عندي شيء، بس بدي وجه كلمة للأخت منى. أنت مرة دعيتي لي بكيلة عشان زوجتي كانت بالمستشفى عاملة عملية القلب عندها 3 شرايين كانوا مسكرين. أيوة. واختي الكريمة انت لما صليتي لي بعد فترة ظهر هي ظهرت من العينية المركزة، وهلا هي ظهرت واستعادت وعيها. وانا بدي بس اني وجه كلمة لك اختي الكريمة انك انت قديسة، كلنا قديسين في المسيح، كلكم بالقناة محترمين. شكرا. كلكم قديسين من بعد إذن أبونا يعني. بس شكرا على تشجيع. شكرا يا حسن. الله خلينا إياك يا أختي الكريمة. شكرا. وهذه صحيح هذه القناة القناة محترمة مؤمنة، عشان هيك أختي الكريمة أنا ما بطلب صلاة إلا من هذه القناة المحترمة أختي الكريمة. شكرا. شكرا لي حسن، بركة كبيرة.
ما تاخذني ابونا انه انا هذا، الله خلينا ياكن يا رب. شكرا يا اخي حسن، والرب هو اللي بيستجيب الصلاه، ما فيش حد ما فيش شيء صالح فينا، الرب هو الاله حنان وطيب بيستجيب صلواتنا وبيدينا الشرف دوت ان احنا نصلي لاجل بعض وهو بيستجيب ومجد اسمه. الرب يتم شفاء المدام ويعني تطلع مستشفى بخير وتبقى كويسه، ورب يديكم حياه ملئها البركه وخدمه المسيح. شكرا لك لاجل تشجيعك للقناه، وربنا يكمل يستخدم قناه الكرمه سبب بركه لكل احباء المشاهدين. معنا بنت الرب من مصر، اهلا وسهلا حضرتك على الهواء. الو، اهلا بيك حبيبتي. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير اخت منى، اهلا بيك. مبسوطه جدا طبعا ان انا بتكلم النهارده وبكلم ابونا مكاري شخصيا، يعني انا اكن يعني مش مصدقه بصراحه. مع ان انا من مصر يعني، والمفروض اسهل لي ان انا اروح مصر، بس للاسف ظروف غصب عني ما بتخلينيش اقدر ان انا اسافر مصر يعني. انا اتبسطت جدا من الجزء الصغير اللي انت قلت ابونا من الترنيمه بتاعت انا عايزك انت، ونفسي بصراحه اسمعها كلها من قطفك يعني. لان انا عندي ولادي الصغيرين بيحبوها جدا يعني، وبيفرحوا جدا لما بيسمعوها من قطفك. ساعات اشغلها لهم انا على الكمبيوتر بصوت قطفك، وبيبقوا فرحانين بيها جدا وبيقولوها معاك. كويس، دي حاجه حلوه قوي. نقول لك عشان خاطرك عددين ثلاث. عشان خصوصا الحته بتاعت انت عارف ظروفي. والدتي كمان يعني انا مش قادره اقول لقدسك والدتي كمان بتحبك ازاي يعني. شغل المايك يا دكتور. مش سامعني. الو. حتى من غير مايك يا ابونا يعني. ظروفي قبل انا بشكيها، مهما كانت صعبة تقدر عليها. انت عارف ظروفي قبل انا بشكيها، مهما كانت صعبة تقدر عليها. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت من السماء في ايام الجوع، وانت ماء الصخرة في العطش يا يسوع. انت من السماء في ايام الجوع، وانت ماء الصخرة في العطش يا يسوع. عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأسود جوعانا، ارسل ملكك، خلي الملك يعرف اني انا ملكك. الاسود جوعانة، ارسل ملكك، خلي الملك يعرف اني انا ملكك. الأسود جوعانة، ارسل ملاكك،
خلي الملك يعرفني أنا ملكك، الأسود جوانا ارسل ملكك، خلي الملك يعرف إني أنا ملكك، أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الآتون محمد انزل قدامي، وبيدك الحلوة طلعني تاني. الآتون محمد انزل قدامي، وبيدك الحلوة طلعني تاني. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. أمين. أمين. نأخذ معنا بنت الرب من نورث كارولينا، حضرتك على الهواء، تفضلي. ألو. ألو. أهلا بيك حياتي، تفضلي. مساء الخير يا أختي منى. مساء النور، أهلا بيك. إزايك؟ نشكر رب حياتي، أهلا بيك. أنا عندي طلبات صلاة وعايز أسلم على أبونا. أبونا سمعك، تفضلي حبيبتي. ازيك يا قدس ابونا، عامل ايه؟ ونقبل الايادي يا قدس ابونا. اشكرك كتير، انت ازيك؟ ربنا يباركك، الله يخليك، ربنا يباركك ويبارك خدمتك. تعيش. امين. انا عندي وطي التلفزيون على الاخر واسمعينا من التليفون يا حبيبتي، اتفضلي. عندي طلب ضغط صلاه حبيبتي، بعد اذنك ابعدي عن التلفزيون خالص وكلمينا من التليفون. اتفضلي حضرتك على الهواء. انا عندي، انا قاعد عند ابني هنا ليه 17 من غير شغل، انا ضيفه عنده هنا ليه 17، عايز مش لاقي شغل، عايز ربنا يتمجد ويشوف شغلانه مناسبه يعني. عايز حضرتك سيادتك تصلي له، ربنا يتمجد ويجمع له شغل كويس. حلو. يعني يكون لايق له كده يعني. حلو. وعندي ولدين، وعندي ولدين في مصر عندهم 30 سنة واخدين بكالوريوسات، انت عارف الاحداث اللي في مصر، عايزين يجوا هنا، خدوا مرة كذا مرة يعني يروحوا السفارة، وعايزاهم يجوا هنا هجرة يعني. عايز حضرتك تصلي لهم، ربنا يتمجد ويجوا. وعندي بنتي متجوزة لها 5 سنين، جابت اول طفل يعني، جابت طفل ناقص 15 يعني كم، ونزلته ولسه الحوار 4 سنين ما فيش حمل ولا حاجه. عايزه حضرتك تصلي لها، ربنا يتمجد ويديها طفل. حاضر. ده صرفت كتير عند الدكاتره يا ابونا، ربنا يباركك ويبارك خدمتك. عايزين ننبه على الكنترول، سامعيني اهل الكنترول، سامعيني اهل الكهف، سامعين قدسك يا مون. اخلوا يا ابني، اعمل بتسموها ايه، فلتره. عايزين فلتره. هنكتب طلبات الصلاه كلها في الكنترول، احنا عايزين نكون اسئله لابونا وحاجات مهدفه ابونا يقدر يجاوبنا عليها في موضوع الحلقه. من اجل اللي له طلب صلاه، وكل الطلبات احنا بنكتبها يا ابونا، كل الطلبات كتبناها دي. أوكي. بتاع حلقه امبارح والاعاده مكتوبه، وقدس ابونا هيكون بيصلي لها، يحط ايده على كل الطلبات ويكون بيرفعها في الصلاه. فمشجعكم طلبات الصلاه نحاول نخليها في الكنترول، يسيبوا طلبة الصلاه في الكنترول بس يجيبوا لنا السؤال بس. امين. ناخد مكالمه اخرى. الو. ناخد مكالمه تانية. مين معايا؟ انا ابن الرب، بدي اسال سؤال يا اختنا، انت سامعيتني؟ ايوه سامعين حضرتك، اتفضل. مساء الخير حضره الاب الفاضل مكاري.
مساء الخير. السؤال اللي بدي أسأله الحقيقة ورح أسمعه على التلفزيون. تفضل. هل الشفاعات في هل يوجد شفاعات في الكتاب المقدس؟ وما هو تفسيرك لرسالة بولس الرسول إلى أهل تيموثاوس الإصحاح الثاني وعدد 5؟ شفيع واحد ووسيط واحد. لأنه يوجد إله واحد. هل يوجد كتابيا شفاعات في الكتاب المقدس؟ وشكرا، وأنا بسمع الجواب على التلفزيون. الرب يبارككم. أنت بتتكلم منين؟ حضرتك بتتصل منين؟ من ميشيغان. من ميشيغان، أوكي. شكرا لكم. شكرا ليك. شوف يا ابن الرب، اللي مات عننا واحد، واللي دمه سال وكفر عن خطايانا واحد، واللي ردنا تاني إلى الآب واحد، واللي فتح الطريق طريقا حيا حديثا بالحجاب أي جسده واحد. يوجد إله واحد ووسيط واحد وشفيع واحد بين الله والناس، هو الإنسان يسوع المسيح. دي الشفاعة الكفارية، شفاعة الكفارة، شفاعة الدم للرب يسوع المسيح وحده، المخلص الواحد اللي ليس بأحد غيره الخلاص. دي شفاعة الخلاص. لكن هقول لك يا ابن الرب، أنت عضو في الجسد المقدس وغصن في الكرمة، غصن في الكرمة. هل ما يمنع أني أقول لك يا ابن الرب ارفع صلاة من أجلي، زي الناس كلها اللي بتطلب دلوقتي تقول صلوا لنا؟ أنا هقول لك ارفع صلاة من أجلي، خلاص. وبعدين الناس اللي رحلوا راحوا الفردوس، إلهنا إله أحياء وليس إله أموات، هم برضو أغصان في الكرمة، أغصان أحياء وأعضاء في الكرمة الحقيقية، والرأس هو المسيح له كل المجد. زي ما هقول لك صلي لي يا ابن الرب، أنا هقول للبابا كرولوس صلي لي يا بابا كرولوس، لأن إلهنا إله أحياء وليس إله أموات، وكلنا في الجسد الواحد. فبقول يا أخت منى ارفعي صلاة من أجلي، يا بابا كرولوس ارفع صلاة من أجلي، يا ابن الرب ارفع صلاة من أجلي. كلنا هنرفع ايدينا لمين؟ لربنا. والصلاة المستقيمة هي أن نرفع الصلاة للرب وحده في اسم يسوع المسيح بالروح القدس. احنا ما بنقولش يا فلان اعمل وسوي، لا، أنا بقول يا فلان ارفع صلاة من أجلي. أدي الشفاعة، ودي شفاعة توسل، تضرع، تقبل أو لا تقبل، دي شفاعة توسلية. يبقى في شفاعة كفارة بالدم للمسيح وحده المخلص، في شفاعة صلوات أو تضرعات لكل المؤمنين القديسين غالبين ومجاهدين، تقبل أو لا تقبل، أدي معنى الشفاعة. معنا الأخ سامي من نيوزيلندا، حضرتك على الهواء، أهلا بك. وسهلا. مرحبا أبونا مكاري. أهلا. أنا كلش فرحان بك وفرحان بهذا البرنامج، وأني فرحان لأني دا أقدر أحكي اليوم، لأنه أريد أشهد شهادة، وأريدك تعرف أنت، وأريدك تفرح معايا، لأنه أنا قبلت الرب يسوع المسيح. أنا كنت في عائلة مسيحية، بس ما كان عندي، كنت أعرف عن المسيح بس ما كنت أعرف المسيح شخصيا. الله. وعندما قبلت المسيح أبونا مكاري، صدقني قلبي تغير، أفكاري تغيرت، حتى حياتي تغيرت. قمت أحس بأني ملك. شون أبونا مكاري أنت تقول دائما نحن ملوك، فحسيت هذه الملوكية عندما رجعت للرب يسوع المسيح. وأنا أطلب صلاة منك ليس لمرض،
وليس لأشياء لا مال ولا أي شيء. أطلب صلاة أني أمتلئ من الروح القدس وأخدم الرب يسوع المسيح من كل قلبي بتواضع وقلب مفتوح، ولا أدع أي إنسان لا أصل كلمة الله إليه، لأن المرض موجود أبونا مكاري، المرض موجود، والمرض هو مو يعني بلكي أني تمرضت وشفت أوكي بس ما عرفت الرب يسوع المسيح. هذا ما راح يقودني للسماء، ما راح يقودني للأمجاد، ما راح يرجعني لله. فأني أشكرك أبونا مكاري، ولن تجعل الروح القدس أن يكون مقيد، أعمل مع الروح القدس، أشجعك أبونا مكاري، وأنا رفعك بالصلاة وصلي من أجلي. أنا سامي ابن المسيح وابنك، أنا تعلمت كثير منك أبونا مكاري، وتعلمت كلام الله الحق الخارج من فمك. الرب يباركك ويستخدمك بقوة، وأنا أريد أشجعك أبونا مكاري، والرب شوف لي هذا الشيء، أعلن لقلبي بأنه إذا فتحت قلبك أكثر وفتحت الطريق للرب سوف ترى قوة الرب تعمل أعظم وأعظم أكثر من قبل السنين اللي فاتت. وكل إنسان، أنا أقول لكل إنسان مسيحي في العالم، الرب يسوع المسيح له كل شيء لنا، كما لأبونا مكاري ولي ولكل السادة المشاهدين. المسيح هو الله، المسيح هو الوحيد. الإنسان لا يفيد، الإنسان لا تنظر للإنسان، انظر للرب يسوع المسيح، وهو يحررك من كل القيود ويرجع ملكيتك التي سرقها إبليس، وتسحق إبليس بالمسيح الحي فيك. أشكركم، وليتمجد اسم الرب يسوع المسيح كل حين وكل آوان. وأطلب منك أبونا مكاري أنه تغني لي أغنيتي المفضلة اللي أحبها، وطير مع الرب من أغنيها، أنا عاوزك أنت يا صاحب السلطان تشغل يمينك تعمل معجزة. آمين. أنا الهالك خلاني مالك، هللويا 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 هللويا. أنا الهالك خلاني مالك، هللويا 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 هللويا. ده مسك ايدي ورفعني سيدي، هللويا. ده مسك ايدي ورفعني سيدي، هللويا 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 هللويا. شايل أحمالي ويقول يا غالي، هللويا. شايل أحمالي ويقول يا غالي، هللويا 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 هللويا. امين امين امين. ناخذ الاخت نرمين من نيوجيرسي، تفضلي حضرتك على الهواء. نعم يا اختي هنا. ايوه انا اسمي نرمين من نيوجيرسي. انا كان نفسي اخذ بركه من قصتك لما كنت في نيويورك في ستاتن ايلاند، بس ما كانش عندي يعني ما اخذتش البركه دي، بس انا كفايه اني كلمت مع قصتك. بعد اذن قصتك كان في سؤال محيرنا احنا، انا وجوزي شفنا من كام يوم على اليوتيوب فيديو لبنت من اسبانيه، ربنا يعني هي بتقول ان هي ماتت وطلعت السماء وشفت الملكوت وشفت يعني العذاب،
فقعدت تقول حاجات غريبة كده وصعبة. يعني احنا مش هنقول فقدنا الرجاء، بس الواحد حس ان هو مهزوز. يعني معنى كده انه اي حاجة بنعملها مش كفاية، يعني احنا اكيد بنغلط، فمش عارفة يعني هتبقى ازاي او هنعمل ايه اللي يخلينا نبقى ماشيين في طريق احنا عارفين ان هو صح، ما نحسش انه اي اقل حاجة نعملها غلط يبقى معنى ان احنا ملناش رجاء ملناش ملكوت. شكرا. صراحة انا جوزي يعني بقاله فترة، بقاله كم يوم من ساعة ما شاف الفيديو ده وهو مهزوز جدا وعصابه تعبانة جدا، ويعني هقول قصتك احنا خايفين جدا يعني، فمش طيب. عارفة دي حاجة حقيقية ولا طيب. لا انا هقول يا نرمين بالنسبة للكلام اللي بتقوليه ان جوزي مهزوز يعني جدا ساعة ما شاف الفيلم ده اتهزأ وفقدت الرجاء، اي حاجة ان كان كلمة او عظة او فيلم او اي حاجة او رسالة تفقدني الرجاء تبقى مش من الله. يعني خديها قاعدة وكل انسان ياخدها قاعدة، أي عظة أو أي كلام أو أي تعليم أو رؤية أو أي حاجة تفقدني الرجاء يبقى حاجة مش من الله. ليه؟ أنا هديكم فكرة، وطبعا أنتوا عارفين الكلام اللي هقوله عن مسيحنا ومخلصنا. مسيحنا ومخلصنا مسيحنا ومخلصنا مش حاطط قدامنا عقبات للخلاص بعد ما تمم العمل وخلص نفوسنا وكتب صك الغفران بالدم على الصليب؟ هيجي بقى يحط عقبات وصعوبات والطريق صعب ومحدش هيوصل؟ لا أبدا. أمال إيه؟ أنا هقول لكم الأول هضرب مثال من الكتاب المقدس. لما الولد الابن الضال بعد عن بيت أبوه وبهدل سمعة أبوه، لما جه يرجع كان عامل عمايل، لما جه يرجع أولا لقى أبوه مستنيه من بعيد، لما رآه تحنن وركض يعني طلع يجري ووقع على عنقه وقبله وما كلموش كلمة يعاتبوا بيها، ده كلم الخدمين. كلم الخدمين قال اخرجوا له الحلة الأولى واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه لنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجن. يبقى نلاحظ من المثل إن الإنسان يعمل العمايل ولما يجي يرجع أبوه السماوي ما يعاتبهوش بكلمة. ليه؟ لأن في جانب تاني بيقول أصغيت إلى الذين لم يسألوني ووجدت من الذين لم يطلبوني. يعني إيه يا رب؟ يعني أنا مدي ودني للإنسان اللي حتى مش سائل فيه ولا عايز يكلمني واللي تايه في الدنيا، انا مدي ودني ومستني كلمه. طب لما الانسان يقول كلمه ويتوب ده ياخده بالاحضان. انا عايز اقول اي لغه تصعب الطريق قدام الخلاص تبقى من الشيطان، وكل لغه تسهل الطريق للخلاص والدخول الى الملكوت يبقى من الله. فإن كان الكلام اللي شفتوه وسمعتوه أفقدكم الرجاء وخلاكم مهزوزين وحزنتوا يبقى كلام مش من الله، لأن مسيحنا بيتلكك على كلمة، بيتلكك على كلمة، مستني الإنسان يكلمه كلمة يقول اسمعيني صوتك أريني وجهك لأن وجهك لطيف وصوتك جميل، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ده إلهنا المحب المحب المحب
اللي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يا بنت اطمني، أنت بنت المسيح وجوزك ابن المسيح والباب مفتوح قدامكم، وانتوا دخلتوا من الباب لا يمكن حيمسكوا يرموكوا برا، لأن الرب دفع الثمن، دفع الثمن ومضى صك الخلاص. احنا مضينا بالتوبة ودخلنا من الباب، مش حيرمينا برا ولا يرفضنا. اطمنوا خالص، انتوا أولاد المسيح، بس كملوا المسيرة في ثقة. محتاجين للإيمان، الإيمان والثقة في محبة المسيح. أمين أمين يا أتسابونا. إذن باب التوبة مفتوح ورب بيقبل توبتنا، وكل اللي بيتوب رب مش بيرفضه لكن عنده رجاء للخلاص، ورب بيقبل توبتنا، ورب إله الرجاء وإله الفرصة الثانية. فزي ما أتسابونا قال يكون عندنا الرجاء نحن ما نتوب وندي قلبنا للمسيح، رب عمره ما يطردنا ولا يرفضنا. معنا الأخت عزة من مصر، حضرتك على الهواء، تفضلي. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا أخت منى؟ أهلا وسهلا بحضرتك. نقبل أيادي أتسابونا. أهلا يا عزة. ازي قدسك وصحة قدسك عاملة إيه؟ نشكر ربنا زي ما أنت شايفة. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. آمين آمين. بقول لقدسك يا بونا، أولا أنا طالبة حياة الغفران وحياة الصلاة المستمرة، لأني بونا كنت بخدم وكنت في حياة صلاة مستمرة وتوبة، ودلوقتي جالي حياة فتور رهيبة، رغم ان ربنا بيقف معايا وعمل معايا معجزات كتير جدا جدا، لو قعدت احكي عليها العمر كل عمري ما اقدر احكيها. وكمان يا بونا انا دايما كنت بقعد قدام اجتماع قدسك يوم الجمعه، ودايما كنت بحط ازازه ميه قدام التلفزيون. وانا يا بونا اتجوزت وسني 38 سنه، اتجوزت السنه اللي فاتت في شهر 4 2010، ونشكر ربنا دلوقتي انا حامل. مبارك. وكمان يا بونا كمان شهرين ثلاثة ربنا يرتب هسافر لجوزي في أمريكا، فطالبة من قدسك أنك تصلي لنا، عايزين يكون بيتنا فيه المسيح والمسيح هو اللي يقوده. أمين 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 يا بونا، واذكرنا دايما في صلاتك. نهرب من حياة الفتور يا عزة، نقب من تحت المية، نرجع لصلواتنا ومخدعنا، نرجع لكتابنا، نرجع للكنيسة، نرجع للخدمة، ما نكلش أبدا. وربنا يديك نعمة وبركة. أمين يا أبونا أمين، واذكرنا دايما في صلواتك. أمين أمين يا أخت عزة، رب يكون معك يا حبيبتي ويقودك. معنا الأخت نوال من نيوجيرسي، حضرتك على الهواء، تفضلي. أخت نوال، هلو. طيب ناخد مكالمة تانية وكنترول، يقولوا الأخت نوال إن هي تكون معنا على الخط وتركز. بنت رب من فيرجينيا، حضرتك على الهواء، تفضلي. هلو هلو بنت رب، تفضلي. ممكن اكلم ابونا؟ تفضلي حبيبتي. اهلا يا ابونا. اهلا يا بنت. اهلا يا ابونا. ايوه، جودتك بركه كتيره في وقتنا دوا. اشكرك. ايوه يا ابونا، انا عندي مشاركه. انا في جوازي، انا وجوازنا كان في مشاكل في الماديات ومكان السكن، لكن اول ما دخلنا الشقه بتاعتنا بعد ما الناس اتصرفت، جوزي اقترح ان احنا نصلي، فصلينا وربنا بارك كل حاجه، والمشاكل كلها ربنا حلها بالتدريج الحمد لله. وانا دلوقتي يا ابونا حامل ونفسي اتولد. فعايزه نفسك تصلي لي. حاضر نصلي، بس بلاش نفسك دي، قولي يا رب لتكن مشيئتك وتقومي بالسلامه. ولد بنت كله بركه من الله، ربنا يكون معك ويبارك حياتك. أنا نفسي قدسك تعلق لنا على الموضوع ده بالمناسبة دي أبونا، لأنه في ناس لما ربي يسمح لها تجيب بنات بس يحزنوا ويزعلوا ويرفضوا البنات دول، نفسهم في ولد وفي ناس نفسهم في بنت، فبيزعلوا لما يجيبوا أولاد بس. لكن نفسي قدسك تكلمنا في الموضوع ده، لأن دي نقطة مهمة أوي يا أبونا. شوف الإنسان اللي شبع بربنا، اللي شبع بربنا يبص لكل عطية من يد الله بلسان شاكر ويقول له أشكرك.
ولد أشكرك، بنت أشكرك. إنما الإنسان اللي فيه فراغ في حياته لا هيشبعه ولد ولا هيشبعه بنت، لأنه ما يعرفش لسان الشكر. والكتاب يقول اشكروا في كل شيء. فالإنسان لو ربنا اداله ولد يقول له أشكرك قطعا للصالح، اداله بنت أشكرك قطعا للصالح، نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. مين يعرف، يمكن البنت دي تطلع قديسة وتطلع ليها شأن كبير، مين يعرف يمكن الولد ده يطلع بركة كبيرة، وهكذا. إحنا نترجى نعمة ربنا من خلال أي باب يجي لنا يتفتح قدامنا. إدانا ولد نشكره، إدانا بنت نشكره، ما إداناش نشكره، نشكره لأن إحنا شبعانين بيه، نقول له كفاية أنت نصيبي، نصيبي، وأنا مش عايز حاجة معاك في الدنيا. ده الإنسان اللي شبعان بربنا. أمين يا أتصابون، أمين. معنا أختنا ميرفت من كاليفورنيا، أهلا وسهلا حضرتك على الهواء. ألو. أهلا حبيبتي تفضلي. ألو، مساء الخير يا أخت منى. مساء النور. إزاي قدسك سلام يا أبونا مكاري. أهلا بك حبيبتي. أتصابون سامع. سلامة منورنا. متشكر. أنا نفسي تيجي عندنا كاليفورنيا. ما احنا في كاليفورنيا. تيجي المنطقة بتاعتنا أقصد سان فرانسيسكو. رايحين سان فرانسيسكو يوم الجمعة إن شاء الله، ما سمعتيش؟ الجمعة الجاية تبقى كنيسة إيه؟ لا في المكان، اسألي وعرفي. طيب حاضر، أسأل الكارما طبعا. آه يا حبيبتي اسألي كنترول هم يردوا عليك، اتفضلي. طب أوكي. أنا ليا الأول طلب الصلاة عند قدسك بسرعة كده من أجل ابن أختي في مصر، هو طفل صغير مولود بحاجة زي لين العظام كده هوت، وبتعالجه يعني علاجات جامدة في مصر كده هو. بس بطلب منك إن قدسك تصلي من أجله ربنا يشفيه. أمين. دي حاجة. حاجة تانية، السؤال بقى بتاعي القدسك، اللي هي ساعات إن إحنا بنصلي وربنا مش بيستجيب الصلاة، يعني أنا بفكر في الحكاية اللي في الآية اللي بتقول حتى ما تتصرف وجهك عني، إيه هي الحالات اللي ممكن ربنا يصرف وجهه عننا يعني، أو ما يستجيبش الصلاة، أو الواحد يعني يطلب. أنا عارفة الآية اللي بتقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. طيب فساعات بتحصل الإنسان ملهوش غير ربنا، يعني ما بنطلبش من عبد، احنا بنطلب من خالق الدنيا، يعني زي ما هو بيقول اطلبوا تجدوا واقرعوا يفتح لكم كده هو، فملناش غيره يعني، ملناش غير ربنا. فايه رد قدسك، احيانا الواحد بيحس ان ربنا بيحجب وجهه عنه او مش بيستجيب للصلاة او كده. ايه سؤالك وسلحات قدسك ونجاب، تفضلي بقى. شكرا لك. قلتي اني اطلبوا اولا ملكوت الله وبر، يبقى اذا كل الطلبات الزمنية ربنا عارفها، يعني ما نجيش قدام ربنا وأقول له أنا عاوز وعاوز وعاوز وعاوز، لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا عيال ولا ولا، كل حاجة قال هذه كلها تزاد لكم، ولا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، مع أن بيقول صلوا كل حين، لكن بيقول لا تكرروا الكلام. إيه الكلام المكرر؟ اللي هو الطلبات الزمنية. احنا بقى بنغلط ونسيب وصية ربنا ونيجي ندب طلبات زمنية، ها ونقول ربنا مش راضي يستجيب. لا، هو ربنا مش راضي يستجيب، ربنا عارف دي، عارف انكم هتحتاجوا لدي. فبيقول اللي بيأكل الطيور حينساك، اللي بيلبي الزنابق الحقل حيسيبك عريان. فبيقول خلي عندك ايمان، سيب الكلام ده لربنا. امال اتفرغ ليه؟ للطلبات الروحية. طلبات الروحية، أولا ملكوت الله، خلاصي وخلاص الآخرين، خلاص النفوس. صلي من أجل فلان يعرف ربنا، من أجل الجيران، من أجل الغرباء، من أجل طلبات روحانية، طلبات روحانية. ليه ربنا بنحس إنه ما بيستجبش؟ لأنه عارف الطلبة دي مش في صالحنا فممكن يسيبها، أو عارف الطلبة دي مش وقتها فيأجلها، وعارف الطلبة دي مش عايزها فممكن يلغيها، ولو طلبة ممكن ربنا عارف انها هتفيدنا هيستجيب الطلبة. فهو بحسب حكمته كل أموره بحكمة يصنعها، كل أموره بحكمة يصنعها، عارف امتى هيستجيب الطلبة، امتى هيأجل الطلبة، امتى هيرفض الطلبة، عارف كل حاجة. وطبعا نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، مش بيحجب وجهه عني، لا،
والرب ما بيحجبش وجهه عننا، لأن في المسيح يسوع صار لينا الله، بقى نصيبنا، بقى بتاعنا في المسيح يسوع. الرب لي، حبيبي لي، وأنا لحبيبي. نعم. أمين يا بون. معنا هويدا من نيوجيرسي، تفضلي حضرتك على الهواء. ألو، أهلا بيك حبيبتي، تفضلي. أهلا بحضرتك. ممكن أكلم أبونا مكاري؟ أبونا سامعك، تفضلي. تفضلي. إزيك يا أبونا؟ إزيك قدس أبونا؟ أهلا. أنا هويدا من كنيستك، ومن الكنيسة المرقصية في مصر. أهلا. وكنت بسمع الاجتماعات وبحضرها مع قدسك، وقدسك جيت الكنيسة، جيت لي، وكان حصل لي معجزة مع ابن كرولوس، كان وقع من البلكونة، لو يو ريمبر كرولوس. كان وقع من الدور الثامن، وقلت جيت له المستشفى من الدور الثامن. ايوه. مستشفى السلام لو تفتكر يا ابونا. ايوه. وايه اللي حصل يا حبيبتي؟ كرولوس وقع قبل كده من الدور الثامن، ايام ما كنت في مصر. الكلام ده كان سنة 2005، وكان مر بتجارب كبيرة، حاجات صعبة كتير، بس نشكر ربنا الحمد لله ان هو بقى دلوقتي كويس، وكل حاجة فيه تمام، وببركة صلوات الكنيسة وصلوات أبونا مكاري وكل الأساقفة وصلوات الكهنة معي. نشكر ربنا حبيبتي. الحمد لله، نشكر ربنا. كان ليه سؤال يا أبونا عشان الإيمان، بخصوص الإيمان. هو في الآية بتقول إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل فهتقولوا للجبل ينتقل فينتقل. فأنا إيه مقياس الإيمان؟ أنا ببقى نازلة مثلا في حتى حاجة معينة في دماغي وأقول بإيمان هتتم، بإيمان خلاص أنا واثقة إن الرب هيتدخل وكده، بس باجي بقى بعد كده لاقيها عكس خالص الإيماني. فإيه مقياس الإيمان بالنسبة لي؟ يعني حبة خردل اللي أنا مؤمنة بكلي بجسدي كل إن الحاجة دي بصلي ربنا وهتتحقق، بلاقيها ما بتتحققش، يبقى إزاي مقياس الإيمان؟ شوفي يا هويدا، في فرق بين الإيمان الفائق، إيمان المعجزات اللي هو مثل حبة خردل ده، اللي هو يقول للجبل انتقل فينتقل، وفي فرق بين إيمان الخلاص. إيمان الخلاص ده للجميع، إحنا آمنا برب المجد يسوع بالمخلص، ونلنا خلاص مجاني، وإحنا في اللفة في المعمودية، الذي مثال يخلصكم أي المعمودية. ولما كبرنا مؤمنين برب المجد يسوع، إيمان اختباري، واختبرنا الرب فمؤمنين المسيح هو ربنا، المسيح هو مخلصنا، ده الإيمان الخلاصي للجميع. أما الإيمان الفائق، إيمان المعجزات، ده عطية الروح القدس، مش لكل واحد، مش لكل واحد هيقول للجبل انتقل فينتقل، اللي هو إيمان مثل حبة خردل. فما تنزعجيش وما تتضايقيش، لأن مش كل واحد هيصنع آيات ومعجزات، لكن كل واحد مؤمن. أمين يا بون. شكرا لك يا هويدا، وربنا يبارك حياتك يا حبيبتي. ناخد مكالمة أخرى. بنت المسيح من أمريكا، تفضلي حضرتك على الهواء. ألو، أهلا بيك، تفضلي. السلام يا أسابونا. أيوة. نعم. أنا معي مشكلة، أرجو من قدسك تصليلي. كنت في المستشفى وعندي مشكلة في بطني، وحتى الدكاترة مش عارفين إيه السبب، فعايزة قدسك تصليلي على الهواء، على أساس حاطة مية على ناحية التلفزيون عشان أشربها، وإن شاء الله هنصلي لك يا بنتي، هنصلي لك، ربنا يشفيك ويكون معك. كل أسبوع يا أبونا بروح المستشفى ومش عارفين اللي عندي، لدرجة إن أنا منعوا عني المية والأكل لمدة 3 أيام، ولما رجعت الشغل مش قادرة أخذ البرشام في معاده لأني بيروحني ونيمني، متهددة بتاعتي من الشغل. خلاص، ثقي في المسيح، والله يمد إيده، هو الطبيب الحقيقي، لأن أنا هو الرب شفيك، يمد إيده يلمسك لمسة شافية. أمين. أمين. إيش يا أبونا؟ شكرا. في خالص، اذكرني الصلاة. رب يكون معك حبيبتي. شكرا لك، ربي يكون معاكي. ناخد مكالمة أخرى. الأخ عماد من نيوجيرسي، تفضل حضرتك على الهواء.
ألو سلام المسيح أبونا. أهلا يا أخت منى. أهلا بي. أهلا. ربنا يخليك أبونا. أنا شفت قعدت صمت مدة كده صغيرة عشان أشوف منظر الجحيم إزاي يعني how it look like. فشفت المنظر فعلا زي بيقول الكتاب بالظبط مثل بحيرة منتقدة من زي النار والكبريت. ففعلا شفت زي بحر نار وصعب منظره صعب يعني. فمن ساعتها فعلا حسيت بقلق وكده. بس المداخلة اللي عملتها الأخت وتعليق قدسك على اليوتيوب فيديو اللي هو كان فيه واحدة أسبانية بتحكي وشافت حاجات غريبة والأخت وجوزها حاسوا باضطراب وكده ده عزانة كتير. فأنا بشكر قدسك وده تقريبا هو نفس الرد على سؤالي إن الحاجة اللي تبني هي من عند ربنا. أمين. ربنا خليك لينا أبونا وأنا مبسوط إن بسمع صوت قدسك. شكرا يا حبيب. ربنا يبارك لينا ويريد تصلينا والأسرة عشان الحاجة الكوميدية إن إحنا عندنا تو بويز ونفسي أجيب بنت. ربنا يدي لك يا حبيب. ربنا يفرح قلبك يا أبونا وتصلينا وربنا يديك القوة والصحة على طول. أمين. ربنا معك. متشكر. أي معنا بنت الملك من استراليا. تفضلي حضرتك على الهواء. أهلا بيكي. مرحبا أخت منى. مرحب بيك حضرتك. مرحبا أبونا مكاري. سلام ونعمة. سلام ونعمة حضرتك. أهلا بيك أبونا مكاري. أنا لي سؤال حضرتك بس قبل ما أسأل سؤالي. أنا مسيحية ولدت في عائلة مسيحية وفي بيت مسيحي وتربيت مسيحية ولكني ابتعدت عن المسيحية. ابتعدت يعني بما هي ثمار المسيحية. كنت أزور الكنيسة مرة مرتين بالسنة وكنت أفتكر أنا حاملة المسيحية أطبق المسيحية بما فيها. المهم يا أسير قبل كم سنة بديت أركز وبديت أقرأ الكتاب المقدس وشفت بأني كمان لأنه غلطان هاي أنا اسم فقط بالمسيحية ولكني بعيدة عن كل المسيح. المهم السؤال محيرني يا أبونا مكاري. أنا متعمدة وأنا صغيرة. هسه خلال ما أذكر الكتاب وأقرأ الكتاب يقول الكتاب من آمن واعتمد. فأنا يا ترى هذا بغيرني ومسوي لي قلق. يا ترى هالمعمودية اللي أنا متعمدتها وأنا صغيرة تعتبر باطلة ولا لازم أتعمد من جديد لكوني هسه أنا أعتبر نفسي أنا هسه آمنت بالمسيح. كل العمر اللي قضيته كنت أنا فاكرة نفسي أنا بعيدة كنت. فهسه أنا أعتبر أنا الآن مؤمنة بالمسيحية. فهل تنصحني بأنه الآن يجب أن أعتمد ولا المعمودية القديمة هي مشت ماشية خلاص بس هسه أقدم حياة التوبة والغفران؟ كمان أبونا مكاري أسألك بليز بأنك تصلي من أجل أولادنا لأن أولادنا مثل ما تعرف حضرتك وخلقانين بهالبلد وعلمانيين فكرهم علماني أكثر من ما يؤمنون بالشيء بالدين والأشياء. أفهم الكلام خلاص يا ست. أصلي بأنه المسيح يلمس قلوبهم والمسيح يديهم بأنه يؤمنوا بأنه هو المسيح خالق كل شيء بكلمة قدرته. أمين يا حبيبتي. رب يكون بيفتح قلوبهم ويتعامل معهم. أتصابونا هرد على سؤال حضرتك. هي بتقول نصلي الأولاد عشان علمانيين مش بيتبعوا الرب ومش ماشيين وراه ماشيين مع طيارات والتعليم اللي في البلد اللي هم فيها. أما من أجل المعمودية افهم الكلام اللي حقوله أنت واللي حيسمعني. قال رب المجد يسوع إن كان أحد لا يولد من الماء والروح. لا يولد من الماء والروح يعني المعمودية إيه؟ ولادة. واللي بيتولد ما هوش راجل كبير. اللي بيتولد جنين أو طفل. كان أحد لا يولد معمودية ولادة من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله. فكنا نؤمن أن المعمودية ولادة يبقى الولادة للأطفال. ولما بيكبر الطفل الكنيسة بحكمة حطت سر التوبة والاعتراف الاختبار الشخصي القبول الشخصي للمسيح. يعني ولد زي ما بيقول إنسان كان له ابنان مولودين. كان له ابنان. الولد الصغير طلع بره فلازم يرجع. ده سر التوبة. أقوم وأرجع إلى أبي. الكتاب كله مربوط ببعض. فبعد ما كبر محتاج للاختبار الشخصي قبول المسيح بالإيمان والدخول للبيت. ده لو كان أخطأ
أو بعد عن بيت أبوه، لكن ممكن يطلع الإنسان في تربية سليمة وإيمان واختبار مستلمه استلام حقيقي من بيته وعايش إنسان مسيحي حقيقي، ممكن جوه البيت. جوه البيت هتقولي مثلا ده من آمن واعتمد خلص، من آمن واعتمد، هتقولي ده الإنسان لازم يكون كبير ولازم يكون بالغ ولازم يدرك الإيمان الأول وبعدين يعتمد. ده كلام نيقوديموس لرب المجد يسوع، هل ممكن يدخل إنسان بطن أمه تاني ويتولد؟ قال له أنت معلم إسرائيل ولا تفهم. اسمع الكلمة دي، هنا بيقول الريح تهب حيث تشاء، هنا ده في الترجمة البيروتية الريح تهب حيث تشاء، لكن في الترجمة القبطية وأي ترجمة تاني يقول الروح يهب حيث يشاء ولا تعرف من أين يأتي ولا من أين يذهب، هكذا كل من ولد من الله. الروح العامل في مياه الأردن ده أو في المية بتاعت المعمودية هو اللي بيولد الإنسان صغير أو كبير، صغير صغير على إيمان حامليه، إيمان حاملين. ممكن واحد يقول لك طب دول أشرار، أشرار لكن مؤمنين بالمسيح، مؤمنين بالتجسد، مؤمنين بربوبية المسيح، مالكش دخل بالثمر أو الأعمال، يبقى دول إيمان حامليه، أو إن كان بالغ يبقى إيمانه هو، يبقى إيمانه هو. إذن الولادة في المعمودية للطفل الصغير أو للكبير. وعشان أقول لك إني المعمودية كانت للأطفال من القدم، من بداية الكنيسة، يعني لما الرب يتكلم عن ليدية بيعة الأرجوان آمنت واعتمدت هي وكل أهل بيتها، اسمه إيه ده كيرنيليوس آمن واعتمد هو وكل أهل بيته، سجان فيليبي آمن واعتمد هو وكل أهل بيته، أما يتكلم عن دول أو غيرهم بيقول كل أهل بيته. ده كيرنيليوس كان جايب أصحابه وأصدقائه كله. طب في كل دول كان في أطفال ولا ما كانش في أطفال؟ الاحتمال الكبير إن كان في أطفال، يبقى كان في معمودية أطفال، يبقى المعمودية ما دام هي ولادة، عشان كده المعمودية لا تعاد ولا تتكرر لأنها معمودية واحدة، ولادة واحدة. والابن لما رجع بيت أبوه قال اخرجوا له الحلة الأولى والبسوه، الحلة الأولى هي دي المعمودية، هي دي المعمودية. ربنا يكون معك. أمي أتصابونا هي قالت نصلي لأجل أولادها علمانين، هل هي ليها دور لو هم طالعين واخدين الطيارات البعيدة عن المسيحية؟ دورها عليها أنها تصلي وتبكي من أجلهم والله مش هينسى دموعها، وتاني حاجة لما تلاقي فرصة فيه في هدوء تتكلم كلمة في لطف وحنان. أمين. في سؤالين قلنا يتسابونا، سؤال بيقول العشور هل هي للكنيسة فقط ولا ممكن تكون للفقراء والمحتاجين من خارج الكنيسة؟ أنا شخصيا بنصح كل إنسان أول ما يدي عشور يدي للفقراء من أقربائه من قرايبه، كل عيلة فيها محتاجين، كل عيلة أو لبلده اللي طلع منها ما ينسهاش. الآباء الرسل لما طلعوا يكرزوا ولفوا الدنيا ما نسوش أورشليم وقديسي أورشليم والجمع من أجل قديسي أورشليم، فيدي عشوره للفقراء من عيلته إن شاء الله، حتى كل عشوره يديها لعيلته. لو فات حاجة تاني يوجهها للخدمة في أي اتجاه هو عايزه، يشوف ايه المكان اللي بيمجد اسم المسيح وليكن زي الكرمة كده يقدم عشوره ليها مثلا. اديني بضرب مثلا. امين يا ابو. في سؤال تاني حد بيقول ازاي اقدر اميز صوت الله في حياتي وما شئته ليا؟ صوت الله تملي يقود للقداسة، تملي يقود للرجاء، يقود للفرح، يبعد تماما عن حياة الجسد والأمور العالمية. صوت الله يطمئن يفرح، ما يخليش الإنسان يشيل هم.
حتى لما يحب يبلغه بخبر صعب بيدهوله في صورة حنينة كده. معنا أخونا عادل من فيرجينيا، تفضل حضرتك. نعم. على الهواء مكالمة، ناخد مكالمة. عادل. عادل. سلام يا أبي، نقبل إيديك. أهلا أهلا. أنا كنت كان عندي ثلاث أسئلة عادل. منين؟ فيرجينيا. التكلم بألسنة أنا مش فاهمه. السؤال الثاني، هل الروح القدس لما بتحل على الإنسان في المعمودية بتحل حلول وقتي ولا بتحل حلول دائم، ولا يعني يعني هل هي وقتي أو دائم؟ السؤال الثالث وهو إن التلميذان 30 تلميذ اللي شافوا السيد المسيح بعد الصلاة وبعد القيامات شافوه تلميذي عمواس، قصدي حضرتك تلميذي عمواس؟ ايوه بالظبط. أيوة. اوكي. وما عرفوهوش غير لما كسر الخبز. ايوه. فازاي ما عرفوهوش وهم من تلاميذه؟ هل الرب شكله تغير بعد القيامه؟ هل ملامحه كمان اتغيرت؟ صوته اتغير لدرجه ان الاثنين تلاميذ ما عرفوهوش؟ ده السؤال الثالث. الحاجه الاخيره، ابويا انا بايد قدسك ان الفيديو اللي شافوه الناس كله ده حرفقة شيطانية، لأنه فيه كلام خطير جدا لا علاقة له بالإيمان المسيحي ولا علاقة له بالكنيسة. فهنا البنت اللي طلعت ونزلت دي قالت إن هي دخلت السماء ونزلت نهر في السماء وشافت ترابيزة عليها أكل وخمرة وشافت الملائكة شغالين في البنى وشافت البابا مش عارف مين في جهنم، بابا يوحنا، وشافت وشافت وشافت. طبعا الكلام ده كله القصد منه هو عدم الرجاء للمؤمنين وللي عايز يخش في الايمان كمان يرتد او ما يفكرش، يقول يعني ما انتوا كلكم داخلين جهنم. فانا بايد كلام قدسك ان الكلام ده كله شيطاني. فيا ريت قدسك تجاوبنا على ثلاث اسئله لان دول محيرني جدا. طيب، اولا بالنسبه للالسنه دي موهبه من مواهب الروح القدس التسعه وما انتهتش ولا بطلت، لكن موهبة، لأن بيقول من يتكلم بلسان يبني نفسه، ونمرة اثنين من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله ويتكلم بأسرار، ونمرة ثلاثة لا تمنع التنبؤ جد للتنبؤ ولا تمنع التكلم بألسنة، جد للتنبؤ ولا تمنع التكلم بألسنة. ونمرة أربعة بيقول هكذا، إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة، دوك هيبني نفسه لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا من المواهب. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. لما أجي أركز وأقول إن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، يبقى ده حديث بين الإنسان وبين ربنا، ويتكلم بأسرار يبقى لغة مش مفهومة، لغة مش مفهومة. فبيقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة، يبقى إذن دي موهبة وعطية من عطايا الروح القدس لبناء الإنسان ولبناء الكنيسة ولإعلان الأسرار، إعلان الأسرار. يبقى إذن دي عطية ما زالت موجودة في الكنيسة وعطية ربنا بيديها لبناء الإنسان وبناء الكنيسة. ده بالنسبة للألسنة. أما اللي بيقول لك انتهت الألسنة، قال لا ستنتهي، ما قالش انتهت، ستنتهي متى جاء الكامل ستنتهي الألسنة. بتسأل عن الروح القدس في المعمودية. أولا بتقول الروح القدس بتحل، ما بنتكلمش عن الروح القدس بالمؤنث، لأن الروح القدس ده ربنا، الرب الروح. بقول الروح القدس بيحل. وإحنا بنصلي زي ما بنصلي في الأفخارستية ونطلب حلول الروح القدس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، ويظهرها وينقلها ويحولها إلى جسد حقيقي ودم حقيقي، هكذا بنطلب حلول الروح القدس على المية
عشان يعطيها قوة الأردن اللي اتعمد فيها فيه المسيح وقوة الولادة. فبيبقى سر زي ما قال الكتاب الريح أو الروح يهب حيث يشاء، ده حلول الروح القدس. ولا تعلم من أين يأتي ولا إلى أين يذهب، هكذا كل من ولد من الله. يبقى ده حلول الروح القدس في المعمودية. أما عند كسر الخبز عرفوه عند كسر، طبعا رب المجد يسوع قام بجسد ممجد، بجسد ممجد. حتى لما التلاميذ شافوه ما عرفوهوش، لما المجدلية شافته ما عرفوهوش، تلميذي عمواس ما عرفوهوش. يبقى إذن دي حاجة طبيعية، لأنه جسد ممجد، الجسد اللي احنا هنقوم على شبهه بعد القيامة أو في القيامة. فما عرفوهوش إلا عند كسر الخبز. يا ترى عند كسر الخبز، هل كسر الخبز له طريقة معينة؟ عندنا له طريقة معينة، أي واحد بيعملها يبقى فاهم وعارف. هل يا ترى لما شافوا المسامير، مكان المسامير في إيده، احتمال كل شيء جاهز، لكن عرفوه عند كسر الخبز. يبقى حاجة خاصة بالخبز أو حاجة خاصة بمكان المسامير في إيدي. أشكرك. شكرا لقدسك يا بونا. ناخد مكالمة أخرى، ناخد الأخ بيتر من أستراليا. حضرتك على الهواء، أهلا بيك. أهلا أخت بونا. أيوة أكلم أبونا مكاري. أبونا سامح حضرتك، اتفضل. أيوة اتفضل. أيوة أبونا مكاري. أيوة بيتر من أستراليا. أهلا يا بيتر. يعني أقبل الأيادي، أنا شايف قدسك ملء العين والبصر معايا، أشكر إلهي. كمان من أجل صباح، سمعني أبونا؟ أيوة سامع. من أجل الصباح، هي كانت عملت عملية في المخ يعني، واستجابة لصلوات قدسك، كل الأمور ماشية بخير. أشكر قدسك وأشكر الصلوات المرفوعة في عرش النعمة من أجلنا. كمان يعني كنت عايز أقول يعني أعبر إلينا وأعنا في أستراليا زي المرة السابقة، فكرني قبل ولا لا؟ ضروري فكر. اللي دايما بزور قدسك حتى في يعني في مكانكم. كمان كنت عايز اقول يعني استمر في الصلاه من اجلنا، واشكر ربنا ان انا بشوف قدسك. انا دايما على الفضائيات في صوت المسيح الحر وبشوف عظات قدسك. كمان يعني كمان نفسي كمان نفسي أسمع، حتى ولو يعني عايز أسمع يعني، حتى فاكر قصتك الترنيمة، اسمع صراخي يا سيدي من فضلك بلها مني محبة في اسم المسيح يسوع. يعني أسمع ولو يعني فقرة من اسمع صراخي يا سيدي. حاضر. بس فاكرني قبل ولا لا؟ ضروري. صلي من اجل صباح ان ربنا يتمم لها بالشفاء، وكمان اسمع حته من الترنيمه. مش عايز اطول كتير على قدسك عشان الاخرين يعني اديهم نصيب. واشكر ارجوك اقبل مني الشكر يعني، لان انا بكلم قدسك يعني بشوفك ملء العين والبصر. اشكرك يا اتبونا. حاضر. شكرا لك يا اخي بيتر، ربنا يبارك. سيدي انتوا وطيتوا الميكروفون لي. اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أمل أذنك. ترنيمة دي ربنا ادهاني وأنا في أيام الضيق، الضيق الشديد اللي مريت بيها، اداني ترانيم
يمكن هحكي بعدين بعد ما أقول العددين دول أو العدد. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. جازت من فوق الطيارات وأغرقتني الضيقات، جازت من فوق الطيارات وأغرقتني الضيقات، وكأنك تركتني، وكأنك تركتني، واشتهت نفسي تعزيا، واشتهت نفسي تعزيات. اسمع صراخ يا سيدي وإلى صلاتي أميل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. أمين يا بون، أمين. بس كنت عايز تقول لنا اختبار للترنيمة دي، وناخد مكالمة من مصر وتقول لنا الاختبار يا بونا. هو أصلي بيلعبوا في الميكروفون عشان كده بيبقى صوت. بناخد مكالمة من مصر يا بونا وتقول لنا الاختبار. ابن رب من مصر تفضل حضرتك على الهواء. ألو. أيوة. ألو. تفضل حضرتك سامعينك. عايزك يا بونا مكاني. أهلا. من قبل الأوادي يا بونا. أهلا يا حبيبي. انا مبسوط خالص ان انا النهارده قدرت اكلم اختك. مين هو ابن ربي واللي مش عارف اسمه؟ انت مين؟ انا جوزيف ابن ربنا. اهلا يا حبيب. اهلا. يا اخت صابونه، البنون ميراث من الرب. ايوه. وانا اؤمن ان ربنا هو اللي بيدي الاولاد، فانا داخل يعني ليه 5 سنين مش متجوز، يعني متجوز ليه 5 سنين ومش مخلف. ايوه. فقابلت قبل، يعني كنت لسه في اول جوازي، قابلت راهب وقال لي يا ابني اوعى تمشي ورا الدكاتره وكلام الدكاتره. فقعدت 5 سنين دي ما رضيتش اروح لدكاتره وكده، وبعد كده راح قالوا لي ده الكلام ده مش صح، ده اسمه تواكل، ده مسموش اتكال على الله، ده اسمه تواكل. وانا متكل حياتي التسليم كلها ان البنون ميراث من الرب. ايوه. انا لو مشيت ورا الدكاتره ده ضد حياتي التسليم. ايوه. طيب يا حبيبي، نصيحة قدسك. طيب سؤالك وصل، شكرا لاتصالك، واتصابونا هيجاوبك. شوف يا حبيبي، احنا ايوه حاضر. حصل لي. احنا ما بنرفضش الطب يا حبيبي، يعني ربنا نفسه قال
لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فالطب ده عطية من الله، ولما نكون محتاجين لعلاج أو دواء أو أي حاجة إحنا بنروح للدكتور. لكن بالنسبة للكلام اللي سمعته ده، ما تمشيش ورا الدكاترة، كلام مش مظبوط. أنت ممكن تروح تكشف أنت ومراتك وتشوفوا محتاجين لإيه، وربنا يتمم مشيئته في حياتكم. وأهم حاجة تكونوا عايشين للمسيح وبالمسيح وماشيين في طريقه وفي خوف الله، وربنا إن شاء الله يديكوا ثمرة بطن ويفرحكم ويكون معكم. أمين. معنا خادمة الرب من مصر، حضرتك على الهواء، تفضلي. ألو، ألو، أيوة حضرتك سمعانا؟ ألو، أي حد تفضلي تكلمي. ألو، أيوة تكلمي. أيوة. حبيبتي سامعينك، سامعينك، تفضلي تكلمي حضرتك على الهواء. سلام يا بونا. سلام. ألو. أيوة سامعينك حبيبتي، اسمعي من التليفون مش من التلفزيون وكلمينا. أتسابونا سامعك، تفضلي. ابعدي عن التلفزيون خالص يا حبيبتي. تكلمي تفضلي. سلام يا بونا. سلام. كنت عايزة أسأل حضرتك يا بونا سؤال في الإنجيل بس. أيوة. إنجيل متى 26. عدد 48 مكتوب: والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو، أمسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع قال: السلام يا سيدي، وقبله. فقال له يسوع: لماذا يا صاحب، لماذا جئت؟ حين استقدموا ألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. أي. تمام كده أبونا؟ تمام. فمكتوب في إنجيل يوحنا الإصحاح 18 عدد 3: فأخذ يهوذا الجند وخدما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، لكن ما قالش أن يهوذا يعني قبله، وقال أن يعني يسوع كان عارف أن أجابهم وقال لهم أنا هو. بس في إنجيل متى كاتب أن يسوع ما قالش أنا هو، ويهوذا هو اللي سلمه. أيوه. يعني عرفوه عن طريق قبلة يهوذا. أيوه. فعايزة حضرتك ترد علي. حاضر. شوفي، هو الإنجيل كله هو نقدر نقول إنجيل واحد. يعني إيه؟ يعني خبر واحد، يعني بشرة واحدة لمشهد واحد شاهدوه أكثر من واحد. إزاي؟ يعني أقول مثلا الموقف ده اللي هو موقف تسليم المسيح، ناس كتير شافوه. واحد من ناحية دي واقف شاف كذا، واحد من ناحية دي سمع اللي ما سمعوش فلان، بس كل واحد بيحكي عن المشهد من زاوية معينة. جايز فلان سمع أبو قبلة تسلمني يا صاحب مثلا، تسلم ابن الإنسان، جايز التاني ما سمعهاش. لكن ده ما يمنعش إن المشهد هو واحد اللي شاهدوه كتير. عشان كده بنقول مش عندنا أناجيل، عندنا إنجيل واحد، لأن هي رسائل بتعبر عن موقف واحد أو خبر واحد، هو يسوع المسيح وكل ما يدور حواليه يدور حواليه. فأبونا متى بيتكلم عن القبلة هنا، لكن تلاقي أبونا يوحنا بيتكلم عن موقف تاني خالص يدل على لاهوت المسيح. أبونا يوحنا يكتب يقول: لما طلع المسيح من البستان ومعاه تلاميذه، فبيقول لهم: من تطلبون؟ قالوا له: يسوع الناصري. قال لهم: أنا هو. فكله تكافى في الأرض، لأن كلمة أنا هو يعني أنا الله. فلما بيقول لهم أنا الله، كله تكفى في الأرض. قاموا تاني: من تطلبون؟ قالوا له: يسوع.
فمد ايديه وحط القيود في ايديه. ده مشهد تاني ما كتبوش معلمنا متى ولا اي حد كتبه غير ابونا يوحنا. ايوه امين. معنا اخت اوديت من كندا، تفضلي حضرتك على الهواء. سلام ونعمه. اهلا بيك حضرتك، تفضلي. سلام ونعمه يا ابونا. سلام. انا الحقيقه عندي سؤال في رساله يوحنا الرسول الاولى الاصحاح الخامس، بيقول في العدد 16 ان احد اخاه يخطئ خطيه ليست للموت يطلب فيعطيه حياه للذين يخطئون ليس للموت. توجد خطيه للموت، ليس لاجل هذه اقول ان يطلب. فايه هي الخطيه للموت وايه هي الخطيه التي ليست للموت؟ بيقولوا الخطيه للموت اللي هي خطيه التجديف. التجديف يعني إنسان يقول كلمة على الروح القدس لا يغفر له لا في هذا الدهر ولا الدهر الآتي. وخطية التجديف معناها التاني، إن قالوا للمسيح ببعد زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، ده معنى. أو خطية التجديف إن الإنسان يرفض الإيمان بالمسيح يسوع. لما بيقول عن الروح القدس يبكت العالم على خطية، خطية واحدة اللي هي عدم الإيمان بيسوع المسيح. فيبقى الإنسان اللي حيرفض الإيمان بالمسيح يسوع لغاية ما يموت يبقى رايح جهنم، خطية للموت. لا طيب أشكرك. يبقى ما خلاص عشان الشخص اللي خلاص مش هنحكي تاني. تفضلي معنا بنت رب من مصر، حضرتك على الهواء، تفضلي. ألو مساء الخير. مساء النور. سلام يا قدس أبونا. سلام. أنا بنت الرب من مصر قدس أبونا، كنت عايزة أسأل قدسك سؤال. لو سمحت عايزة أعرف رأي قدسك في الأعمال والأسحار، هل هي معترف بها عندنا في المسيحية وتجوز في شخص مثلا يعرف ربنا وبيتناول وبيروح القداسات وبيعترف الكلام ده كله؟ أشكرك. ومعلش عايزة أطلب من قدسك طلبة صلاة زي بعضه. أنا بابا وماما وأخواتي كلهم في أمريكا، وكانت جات لهم اللوترية، وأنا كنت كملت السن القانوني 21 سنة وما نفعش أسافر معاهم، وكل مرة أدخل فيها السفارة دخلت 4 مرات وبترفض. وهنا أنا قاعدة لوحدي أنا وجدتي، وحالتي النفسية طبعا وحشة خالص، وقدسك عارف اللي بيجرى في مصر والأحداث المرعبة اللي بتحصل وكده. نصلي الرب يتمم مشيئته في حياتك. أما عن الأعمال والأسحار طبعا مذكورة في الكتاب، لا تدع ساحرة تعيش، والسحر والشعوذة من عمل الشيطان. لكن كونك تقولي أن ممكن تجوز في شخص مؤمن بيعترف ويتناول، لا، الشيطان ما يقدرش يدوس أرض إنسان سور حياته قائم، وسور حياته هو المسيح، له كل المجد اللي لبسناه في المعمودية. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فالإنسان بالخطية بيتهد السور فيدخل الشيطان، يدخل الشيطان. لكن طول ما هو عايش حياة توبة حقيقية سور حياته قائم، ويقول أنا أكون من حولها يقول الرب سور نار ومجد في وسطها، فالشيطان ما يقدرش يقتحم حياة إنسان مؤمن عايش الإيمان الحقيقي والثمر المبارك اللي يمجد اسم الله. لكن يقدر يدوس أرض إنسان الخطية غلباه. ومش حكاية إن واحد بيعترف ويتناول، ما ممكن يعترف ويرجع يخطئ ويرجع ما تفش. المهم التوبة الحقيقية، ترك الخطية وعدم الرجوع إليها، ما يأثرش لا في أسحار ولا أعمال. معنا الأخت نوال من نيوجيرسي، تفضلي حضرتك على الهواء. ألو. أيوة. ألو. تفضلي حضرتك سامعينك. ازيك يا أتابونا؟ أهلا. منور الشاشة يا أتابونا. تعيشي.
أنا كنت عايزة أقول لك كده، أنا زوجي مات من فترة كده، انتقل السماء من فترة طويلة شوية، ربنا يعزيك. فأنا حلمت بعديها يعني فترة كده، حلمت أن في سلم من الأرض للسماء، بس سلم الجزء الأولاني من السلم متهالك جدا، خشب متهالك، وباقي السلم خشب جديد خالص. وبس فبقول انا بقول في نفسي في الحلم بقول الحمد لله ان كمال وجوز يعني ان هو طلع السلم وقش من السلم القديمه وكمل. وفي نفس الحلم برضو حلمت، انا دايما اقول يا رب خليني دايما مستعده يعني، ما خليش الموت الغفله يعني. فحلمت بابا كرولس السادس ان طوله من الارض للسماء، حطني على كتفه وشاور على السماء كده بصباعه ونزلني تاني. فمش عارفه بقى يا سابونا ده تفسير يكون ايه يعني. ربنا يبارك حياتك وشوفي حد يفسر لك الاحلام، ربنا يكون معك. انا اخد اخر مكالمه، الاخ عادل من اريزونا. الو ابونا بكاري، انت منور امريكا، وانا لي شرف كبير ان انا اكلم قدسك. اهلا وسهلا. اهلا بيك، أنا عندي سؤال بخصوص الروح القدس وحلوله. في الأجبية بنقول روحك القدوس يا رب الذي أعطيته لتلاميذك القدسين ورسك الأطهار في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا. أنا بصلي طول الوقت ربنا أن هو يديني روح القدس ويملأني، بقول يا رب اسكب نعمتك وروحك القدوس علي. إزاي يا ابونا يحصل كده؟ أنا عندي لجاجة في الموضوع ده وبترجى ربنا كل يوم ان انا امتلئ من الروح القدس، مش عشان اتكلم بألسنة، بس عشان احفظ من الشيطان ومن الخطيئة، لان العالم حوالينا بقى مليان خطيئة. ازاي ابونا اتملئ من الروح القدس، وازاي اسكب ربنا يسكب نعمته عليا بالروح القدس؟ دي حاجة. الحاجة التانية، انا كان جالي كانسر في القولون وعملت عمليتين كبار قوي، ومن ساعتها الشيطان مش بيسيبني، بيجربني طول الوقت وبيخليني يجيلي العشية بالليل بيقولي المرض هيجي لك تاني. انا تعالجت بس عندي خوف يا ابونا، وانا عارف ان الخوف ده بيتعارض مع الايمان. ازاي ما اخافش يا ابونا؟ ازاي اطرد الشيطان وهو طول الوقت بيصور لي ان الكانسر هيرجع تاني وانه ما فيش امل؟ ارجوك يا ابونا قول لي ازاي اطرد الخوف مني. بالنسبه للروح القدس، نثق ان الله اعطانا روح القدس واحنا خدناه بالمسحه المقدسه، بس علينا ان احنا نخلي قلوبنا وحياتنا من الخطايا وندع الروح القدس يملك ويسود علينا. هو معنى الملء لما بيقول امتلئوا بالروح او دعوا الروح يملأكم، يعني دعوا الروح يملك ويسود عليكم. ازاي؟ انسان بيحب المال، بيحب المال، فالمال واخد جزء من قلبه او محبته، لازم يترك محبة المال تلاقي الروح القدس يسود. إنسان بيحب ذاته يتخلى عن ذاته فالروح القدس يملك ويسود، وهكذا. ملء روح الله يعني سيادة الروح القدس، مش ملء يعني حملة كباية تزيد وتنقص، ده ربنا. ربنا مالئ الكل، اسمه الروح المالئ الكل. أيها الملك السماء المعزي كنز الصالحات والمالئ الكل، هلما تفضل وحل فينا. فيبقى احنا نخلي قلوبنا بحياة توبة حقيقية من كل محبة غريبة، فالروح القدس يسود ويتم مشيئة ربنا اللي بيقول امتلئوا بالروح، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. أما الشيطان وحربه ما تسمعش لصوته اللي يشككك ويملأ قلبك بالمخاوف ويقول لك المرض، ثق ان الرب هو الشافي وهو الطبيب الحقيقي، هو الهك اللي بيحبك وتملي بيدبر الخير لصالحك. امين امين. احنا انا عارفه ان احنا معنا مكالمات كتير يا ابونا، لكن عايزين نسمع من قدسك قاعد تقول لنا اختبار الترنيمه وترنم معانا. عايزين نسمع الترنيمه. اسمع صراخي يا سيدي. لا هي مش هي دي، انا قلت في ليله كنت في شده وضيق، شدة وضيق، يعني طبعا ما أقدرش أقول إيه الليلة دي، هي كانت ليلة من ليالي، ليلة من ليالي. وأنا بشتكي ربنا
وحصحى الصبح في أمر معين، فأنا قضيت الليل كله في صلاة، وأنا بصلي صلاتي بلحن، يعني بصلي بلحن، فربنا عايز يطمني. وكان بقالي مدة الضيقة مستمرة في مرار، وبصلي بدموع غزيرة وفي عتاب مع ربنا. أبويا الحنين، يعني الإنسان ممكن يظلم، ممكن يأسى، ممكن يعمل غلط، لكن ربنا لا، مهما عملنا هو المحب الكامل المحبة، ما يتغيرش. فأنا عمال أقول سيبني، والمدة طالت وأنا تعبان، وعمال أمدح طول الليل. بيبقى في معايا كان ريكوردر، فعمال أكلم الروح القدس: يا روح الله املاني، يا روح الله املكني، طبعا بلحن: يا روح الله املاني وسود على كل كياني، يا روح الله املاني، يا روح الله املاني وسود على كل كياني، يا روح الله عزيني وفرح قلبي، يا روح الله يا روح الفرح والمحبة والسلام، املاني بسلامك، املاني بسلامك، وضع على لساني كلامك، وانطق على لساني وكن ينبوع كلامي. روح الله مليني هو بيعزيني، روح الله مليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. أنا شعرت بملء روح الله، فالرب اتكلم على لساني، وقال: مين يقف قدامك؟ من يقف قدامك؟ افتكر مقامك، مين يقف قدامك؟ مبارك اسمك. من يقف قدامك؟ افتكر مقامك، ده انت ابني، واللي يصيبك يصيبني، وانا بنفسي سير امامك.
أمامك، مين يقف قدامك؟ مين يقف قدامك؟ مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يسيبك يسيبني، وانا بنفسي ساير امامك. مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني، وانا بنفسي ساير امامك. ده انت ابني واللي سيبك يسيبني، وانا بنفسي ساير امامك. انا شعرت بفضل ربنا الكبير عليا، نسيت التجربة والضيق والألم. قلت له أنا جاي بذاتي، أنا جاي بقارورة الطيب أكسرها عند قدميك. قلت اللحن ده والكلام ده وسجلته العدد ده، وبعدين ابتديت أرنم. قلت له هآتي بطيبي فوق شعرك، هآتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوك في إكليلك، واتكأن راسي على صدرك. كنت تعبان ومتألم ومرهق، وبقول له في ثقة، خليني أتكي راسي على صدرك زي يوحنا، خدني في حضنك. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك، واتكأن راسي على صدرك. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي. وللبعيد عطرا تفيح وللقريب، ويسأل الجميع من هو حبيبي. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوك في إكليلك، واتكأن راسي على صدرك. وكملت الترنيمة دي وكملت الترنيمة دي لغاية الصبح، ورحت مشواري، وكان مجد الرب، مجد الرب. إلهنا عظيم، إلهنا عظيم، نحبه نتمتع بكل حبه. كرامة ومجد ليك يا طيب يا حنين، لك الكرامة. مش عايزين نوقف ترنيمة مع قدسك. ينفع نقول له مالي سواك يا سيدي يا ابونا؟ انا عارف ان قدسك برضو رب ادك الترنيمة، وهي يعني ما طلعت بركة للملايين فعلا. مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك
ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن نفسي، أنت متكلي مطمئن نفسي. ترنيمة كانت بسبب إن برضو شيء معين ويدل عليه العدد ده في وسط الأشواك. يا سيدي عيناي تراك، تضمد جرحي، تجدد فرحي. كان محور الترنيمة دي إن حد ألمني ساعتها، وأنا كإنسان تعبت، فقلت له في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي، في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي، تضمد جرحي، تجدد فرحي، تضمد جرحي، تجدد فرحي. امين يا ابو امين. أنا نفسي أقدس أبونا نصلي أقدسك تقودنا في الصلاة لأجل كل الطلبات طلبات الصلاة اللي جات وكتبناها، ونفسي كمان أقدسك ترفع قناة الكرمة في الصلاة من ربي يكمل يحفظها ويستخدمها ويكمل الرسالة. أنا كاتب كل حاجة والنبي صلوات قديمة دي بتاعت امبارح كلها اللي جات في الحلقة والإعادة دي على أقدسك. يا رب يا اللي انت معانا وفي كل مكان، كلنا وكل انسان مجتمعين حواليك وانت وحدك صاحب السلطه، الامر بايدك ولا يعثر عليك امر. سمعت طلبات عبيدك وعبداتك وعارف كل واحد بالاسم وكل واحدة بالاسم، عارف أتعابهم وضيقاتهم وأمراضهم، وعارف كل شيء يا رب. معرفة الأب الحنين والطيب اللي عايز يسعد ويعز أولاده وبناته، أنا معاهم وكلنا بنرفع الطلبة إليك، بنرفع الطلبة إليك لأنه ليس لنا سواك، إنك تسمع وتستجيب وتتحنن على أولادك وبناتك وتستجيب كل طلبة حسب حكمتك يا رب، وتفرح كل قلب وتفرج كل ضيقة، تبدد كل هم، تسد كل دين، تشفي كل مرض يا رب من أولادك وبناتك اللي طلبوك. كنيستك بين إيديك، أعطي للجميع بركة ونعمة وفرح وسلام، واستجيب طلبتهم حسب حكمتك كرامة ومجد ليك. أذكر الكرمة أيضا، أدي نعمة وبركة، استخدمها بقوة ولتكن سبب خلاص لكثيرين، ليتم عدد العروس عشان كلنا نقول أمين. تعالى أيها الرب يسوع، أجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك أمنا العذراء مريم، يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا،
لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. آمين. قدس أبونا، إحنا مش عارفين نشكر قدسك قد إيه الحلقة الرائعة دي. المسيحي. نشكر المسيح وحده. نشكر ربنا. شكرا ليك والمسيحي دي بخدمتك يا أبونا، قودك ويباركك، وعارفين إحنا لنا لقاءات تانية مع قدسك، وربي يباركك يا قدس أبونا. آمين. شكرا لك. أشكركم كتير. أحب المشاهدين، بنعتذر لكل الأحباء اللي ما قدرناش ناخد مكالماتهم عشان كان في مكالمات كتيرة، فأبونا هيكون معنا تاني، وقدس أبونا بيصلي كل الطلبات. نشكركم طبعتكم، ودايما خلونا رافعين عينينا على الرب، لأن هو مصدر شبعنا وهنانا وسعادتنا، وهو الهدف اللي يستحق ان احنا نعيش له نكرس لكل الحياه. صلوا لنا، صلوا اجل قناه الكرمة، ربي يكمل استخدمها سبب بركه وسدد كل احتياج. ربنا يبارككم، والى اللقاء وحلقات قادمه. Yeah.